ايه ماهي، امتى ناوي تتجوز؟ هي حيصير لك سنه خاطر. صحيح، بس مو لجهز بيتي بالاول. ليش شبه بيتك؟ عين الله عليه، ثلاث غرف وصالون وبنص الشام، يعني مو ناقصه شيء. مو ناقصه شيء؟ ايه يا سيدي، ناقصه كل شيء. غرفة النوم وصيت عليها ولا لا؟ وصيت. غرفة القعدة؟ كمان وصيت. صحون وملاعق وسكاكين عندك ولا ما عندك؟ عندي. اصبح خلص، شو ناقصك لسه؟ بصراحة بيت حماي مو قبلانين بهالوضع. انو وضع؟ قال هن بدهن البيت كامل مكمل من مجاميعه. ماهر اسمع مني، لا تحط طواطي لبيت حماك. ها شبك سخسخت المرة، خليك صاحب موقف. هلا بدال ما تزن بإذني قوم خدي لعند هذا رفيقك هيثم. انو هيثم؟ شبنا هلا ما عاد تعرف هيثم؟ رفيقك هيثم اللي عنده محل ادوات كهربائية. ايه وشو بدك فيه؟ بدي اخذ من عنده كمقطعة كهرباء، بس بصراحة ما بدي ادفع كاش، لأنه هيك لما بدفع كاش يعني ما بعرف شو بصير لي، بترتفع حرارتي وبينسلق بدني. يعني بدك منه يقسط لك؟ اي نعم. طيب لشو التقسيط؟ أنت والحمد لله وضعك منيح، مو بحاجة للتقسيط. أخي أنا هيك، عندي عقدة اسمها التقسيط، أنا بحب كل شيء اشتريه أدفع حقه بالتقسيط، حتى لو كان ما يحقه. ماشي. قوم لقلك. شريف. يسعد لي هالصباح ابو طارق. اهلين 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 بالشباب. مرحبا. اهلين وسهلين. يا هلا. في ماهر عرفته؟ اي ولو في حدا بيعرفه للسيد ماهر. الله يخليك. تفضلوا ارتاحوا ارتاحوا. وينك يا عمار؟ جيب كولا وقام. الله يرضى عليك. حاضر. ايه سيدي، كيفك سيد عدنان؟ والله الحمد لله نشكر الله. الريح اللي شفناك اخيرا يا رجل. والله انت بالبال دائما، بس الواحد ما عم يفضى. ايه ابو طارق، ماهر على وش جواز وبده ياخذ كم قطعه كهرباء من عندك. اهلا وسهلا ومرحبا، المحل لحسابك انت والسيد ماهر. تسلم يا ابو طارق، والله ما بتقصر، بس الدفع ما راح يكون كاش. يا سيدي وبلا دفع بالمره، شو هالشغله العظيمه يعني؟ ايه يا اخي ماهر، شو طلبك؟ يا سيدي اول شيء بدي براد. ليش ما عندك براد بالبيت؟ عندي بس صار قديم شوي وبدي بيعه. تكرم عينك. لكن قوموا معي لجوا لورجيكم البرادات. تفضل. شرف. ايه سيدي، عندك هذا البراد تبريد هواء، وهذا تبريد عادي، هذا بيقولوا له صديق البيئة. طبعا كل الماركات اللي عندي مكفولة لثلاث سنين، بس انت ما قلت لي الحجم اللي بدك اياه. يعني انا بدي اياه وسط، لا كبير ولا صغير. ايوه هذا 18 قدم. هذا نفسه نفس الحجم تبعك؟ نفس الحجم. أيوة. 18 قدم وشكله كثير انيق. حلو. شو رايك عدنان؟ ممتاز كثير، كثير ظريف هذا. ايه خلص عظيم، ما تلف لنا يا بس لفة هدية. تكرم عينك. تفضل نشرب الكولا. تفضل. يعني ما بدك تقولي مبروك؟ مبروك حبيبي، ما قلنا لا، بس مين قال لك تجيب البراد 18 قدم؟ ليش شبه 18 قدم؟ صغير يعني؟ ايه طبعا صغير كتير، يعني فكرك قديش رح يوسع هاد؟ ايه ما بيوسع شي. طيب قديش لازم يكون قياسه؟ انت مانك سمعان بقياس الجراندايزر؟ جراندايزر؟ سمعان بهيك شيء بلا. ايه خلص جيب لي براد جراندايزر، لانه فعلا منظره بيعبي العين، مو مثل البراد اللي جبته. تكرم عينك، خلص من بكره بروح ببدله. طيب ليش ما بتسحب من عنده غساله اوتوماتيك بفرد مره؟ طالما الزلمه رفيقك. يعني هو صحيح رفيقي، بس يعني انا ما بدي تقل عليه كثير. إيه لا معلش تقلها علي، يعني إذا هلأ وإنت على وش جواز رفقاتك ما ساعدوك، إيمت رح يساعدوك لك؟ طيب ماشي، شو رأيك تروحي معي بكرة مشان تنقي الغسالة على كيفك؟ ما أحلاني ومالي رايحة. إيه طبعا بدي روح، أحسن ما تجيب لي غسالة معدتي. إنتو بس قولولي شو هي الغسالة اللي ببالكم واتركوا الباقي علي. ببالنا ببالها، تفضلي. بدي إياها مواصفات كاملة، يعني فول أوبشن. شو يعني فول أوبشن؟ يعني أول شي لازم تاخد 7 كيلو غسيل مو 6، والحوض تبعها لازم يكون ستانلس ستيل، وفيها زر لغسيل النص وجبة، وفيها تحكم بسرعة الدوران، وزر مانع للتكلس، وزر لنقع الغسيل، ويكون برنامجها سهل وما لها صوت قوي. بس يا ستي على عيني وراسي، بس هاي الغسالة بتجي أغلى من غيرها بشويها. يعني بقديش أغلى من غيرها؟ يعني هذا الموديل بالذات بيجي أغلى من غيره ب4000 ليرة. معلش ماهر، شو عليه؟ نحنا مو كل يوم التاني رح نشتري غسالة، بقى خلينا نجيبها منيحة بفرد مرة. هي سيدي
وين هي الغسالة اللي عم تحكي لنا عنها؟ ليك هي هي. يا الله ما احلاها. حلوة كثير ماهر. حلوة فعلا. بعدين شكلها صايب بومبي كثير كربوج. في لزان كثير مثل مركبة الفضاء. فعلا. اخي عملنا فاتورته، اعتمدنا خلص. مع البراد الكبير؟ مع البراد الكبير امنا الله. يا سيدي الف مبروك، ان شاء الله تهروهم بالهنا. تفضلوا معي. تفضلوا. ولا كأنه خطيبك بطيء شوي. ما فهمت عليك، شلون يعني بطيء؟ يعني أنا بدي أفهم ليش لحد هلأ ما خلص تجهيز البيت؟ إيه والله لو عم يفرش قصر يلا يسكن خلاص. ماما ليش هيك أنتِ؟ الزلمة ما عم يقصر بنوم، هي جاب البراد والغسالة والفرن، يعني مو باقيين له إلا كم غرض وبنخلص من هالشغلة كلها. أوعك رولا، ديري بالك منيح، ما بتفوتي على البيت غير ما يكون كامل مكمل. مو يضحك على عقلاتك ويقول لك بكره بشتري لك بكره باخذ لك. خليه يجهز كل شيء من هلا، أضمن وأحسن. ماما والله ماهر ما عم يقصر بنوم، يعني شوفت عينك. طب قلتي له على الجلاية؟ لا لسه. طب شو مستنية؟ ما تقلي له. يعني فكرك الجلاية كتير ضرورية؟ اسمعوا للسمعة. طبعا ضروري. ولا حابة ايديك يقشبوا ويتحسسوا من معجون الجلي؟ بكرة اكيد رح يعزم لك عيلته وعيلة العيلة على الغداء وعلى العشاء، ولح يارونا اذا بتلحقي. شو؟ بدك ينقصف عمرك ورا المجلة؟ من بكرة بتقلي له على الجلاية. حاضر امي، خلص رح اقله. جلاية؟ بس يا رولا يعني نحن ما صار في اتفاق بيناتنا على جلاية. ولو يا ماهر، ضروري يصير اتفاق. بعدين بيهون عليك بكره يتحسسوا ايدي من كتر الجلي؟ لا ما بيهون علي طبعا، بس عفوا يعني ما تواخذيني بهالكلمة، يعني بيت اهلك ما في جلاية. شو قصدك؟ قصدي يعني انه مثل ما عم تجلي بيت اهلك وما عم يتحسسوا ايديكي، بامكانك تجلي عندي وما يصير معك شيء. حبيبي ماهر، ببيت أهلي ماما بتساعدني بالجلي، بعدين مو شرط كل شغلة اطلبها منك يكون في مثلها ببيت أهلي، تعرف ليش؟ لا والله، ليش؟ لأني بعتبر أن ارتباطي فيك نقلة نوعية بحياتي، وللأحسن طبعاً. طالما هيك، لعيونك، راح أجيب لك جلاية، قومي لقلك. لوين؟ لك شو لوين؟ خلينا نروح لعند أبو طارق نقي جلاية، مو عم تقولي نقلة نوعية، قومي. يلا. يلا. طمنيني امي، ان شاء الله لقيتوا جلايه منيحه. ايه ماما، اخذنا الجلايه مثل الجلايه اللي عند عمتي دعد. وليش بقى مثل جلايه عمتك دعد؟ ما لقيتوا احسن منها؟ هذا احسن شيء موجود بالسوق. ماشي الحال، بتدبري حالك فيها. يا ترى شو لسه ناقصكم غراض؟ والله ما بعرف امي. نقي علي نقي، لا تستحي. ليش لحتى نق؟ خليه يجيب لك ميكروويف. هيك قلتك؟ طبعا لك. معقولة تفوتي على بيتك ما عندك ميكروويف؟ لما أصلا في حدا ما عنده ميكروويف؟ بقى شو رأيك حبيبي؟ معقولة يا رولا؟ كمان ميكروويف؟ ايه سيدي، شو الميكروويف اللي بدكن اياه؟ بدي اياها أكبر قياس ويكون معه شواي. ضرورية الشواي؟ ايه طبعا حبيبي، فرد مرة خلينا نجيبه بشواي. ايه معك حق، فرد مرة شواي يا سيدي. على عيني وراسي يا سيدي، هذا الميكروويف معه شواية، وهذا أكبر قياس بالسوق 55 لتر. ونوعيته منيحة هذا يا ترى؟ لا يا سيد ماهر، أنا ما بعطيه غير أحسن بضاعة موجودة بالسوق. ماشي الحال سيدي، شو رأيك رولا؟ ظريف، ما بشي. ما بشي، اعتمدنا سيدي. صار حسابنا عندك كبير ما هي؟ لا يا سيد ماهر، بيننا ما في فرقة. شري سيدي، هي دفع 20,000. إيه سيدي، تفضلوا معي عندكم فاتورة. أمين أهلين أبو حميد والله. تفضل. اي والله يسلموا الايدين. شو شايف صارت القهوه بسرعه؟ اي لكن عمي لكن، صار عندي آلة خصوصي للقهوه وآلة للكابتشينو، هيك بدها رولا. والله نيال هالرولا عليك. قل لي ابو المهر، خلصت تجهيز البيت؟ اي سكوت، الحمد لله اللي خلصته، وصار بيتي جاهز على 24 ايراد، يعني صار عندي براد ببابين وغساله اوتوماتيك سعه 7 كيلو وفرن غاز 6 روس مع راس كهرباء وراس تيربو وشعالة اوتوماتيك وفرن مايكروويف وآلة للقهوة وآلة للكوبتشينو وجلاية صحون وجلاية طناجر وماكينة كبة ومقلاية كهرباء وخلاط الكوكتيل وعصارة فواكه ولفافة يبرق ولتافة نعنع وفرامة بقدونس وفرامة بصل على الكهرباء وثلاث مكيفات سخن وبارد وهيك وهيك إذا بدك، ودش ديجيتال ومكواية بخارية مع طاولة كوي ومكنسة كهرباء بتشفط المي والغبرة والأعطلة ومكنسة للسجاد وشفاط تيربو مشان تهوية المطبخ وفريزة كبيرة بتسع 12 درج. يا عظيم كتير، معناتها على هالحالة قربت شغلتك. إمتى رح تتجوز؟ يا سيدي ما رح خبي عليك،
بصراحة بطلت اتجوز. اوف، وليش بقى؟ يعني عم اقول لحالي طالما صار في عندي كل وسائل هالرفاهية بالبيت وصرت ببساطة بقدر اعتمد على حالي، فشو لزوم الجواز؟ ما عاد لزوم بنوب. بنوب ابو مروان. ايه نزل معلم. ها ولا يهمك، جاهز مثل العادي. يلا حبيبي. صباح الخير سيدنا. ليه ليش هيك دقنك طويلة يا ابو مروان؟ امبارح لقيناها سيدنا. بسيطة بسيطة. ابو مروان انا 100 مرة صرت مفهمك انك انت عم تشتغل بموقع حساس جدا، وبتصور في اكثر من 10,000 سائق حكومي بيتمنوا يكونوا بموقعك. اكيد سيدنا اكيد، بس المشكلة انك ما عم تستوعب اهمية الموقع يلي انت فيه. عفوا سيدنا ما فهمت عليكم، شو بتقصدوا؟ يعني باعتبارك سائق خاص لمسؤول كبير بالدولة فلازم يكون مظهرك العام مناسب لعملك، ويفترض يكون مظهرك لائق وتيابك مكوية وصباطك عم يلمع ودقنك ناعمة. سيدنا إذا مشان الدقن خلاص خلاص، اليوم رح أمرق لك إياها، بس تاني مرة إذا بتجيني الصبح بهيك منظر لا تلوم إلا نفسك، مفهوم؟ حاضر سيدنا. حط لي شريط لنجوى كرم بالمسجلة لشوف. أنا واحد منهم سيدنا. آخر شريط، الألبوم الأخير، عاش أو ندمانة. عدم المؤاخذة سيدنا، الشريط أخذه المحروس ابنك لما طلع معي بالسيارة مبارح. ولك يفضح حريمك شو مسيب؟ ليش عطيته يا؟ ما بتعرفني بحبه لهالشريط أنا؟ سيدي هو اللي طلبه. شفت شلون إنك مهمل؟ المفروض ما تتصرف من عندك أبداً. كم مرة بدي نبهك ها؟ لعما شو مخك سميك؟ يا سيدي أنا لما شفته. بعدين فرض إنه ابني استحل الشريط وأخده، ليش حضرتك ما رحت جبت بداله ها؟ على كل حال راح امرق لك المرة، بس حط باعتبارك انه انا لما بيجي على بالي اسمع نجوى كرم بدي لاقي الشريط جاهز، فهمت ولا عيد وافتي؟ عفوا سيدي عفوا، هلا بيجيب شريط غيره. طيب طيب، حط لي شريط نور الشمس لباسكال مشعلاني، عجل قبل ما نوصل على الوزارة. يلا حاضر سيدنا. الله وكيلك يا ام مروان، هلكني، دبحني دبح، كل يوم بيسمعني نفس المحاضرة، نفس العي، نفس الملاحظات. لا وانا عم ببذل جهدي لحتى دلله وقوم بواجبه، وهو لا بيعجبه العجب ولا صيام برجب. يعني اذا ما وجه لي كل يوم 20 تنبيه و20 توبيخ ما بيهناله بال، وروح قلبه يبهدلني ويزلني كمان. يعني ما حلك تتعود عليه، هي بالحساب صار لك شوفير عنده 6 سنين. قلتك لازم ينحي جسمي ويبلد احساسي، لاني انا مو من البشر وما عندي مشاعر. بابا بجوز يكون معك حق، بس صدقني كل الناس بتحسدك لأنك السائق الخاص لمعين بيك. اي مرحبا سائق خاص، تشرفنا والله. ليش شو عم بيجيني مفاه شغلي غير دبلان القلب ووجع الراس؟ بس أخ شو بدي أقول الواحد، نص الله هديك الأيام لما كنت فيها شوفير عادي بالمرقاب، يعني على القليلة كنت مالي مضطر أحلق دقني كل يوم وانزل فيها نجر وكأني عسكري، ولا كنت مضطر أسمع كل يوم 20 كلمة بجنابي واسكت، ولالي مضطر انصلب بالسيارة طول النهار تحت الشموس حتى يخلص سيادته اجتماعات ومؤتمرات. ما اختلفنا، والله يعطيك ألف عافية، بس كمان يا أبو مروان لا تنكر إنه شغلتك فيها عز، يعني مفكرها قليلة لما بتطلع ورا دركسيون هالمرسيدس. بتفرق لك أبو مروان كتير، بتفرق لا تقلي. لا وغير هيك بابا، الناس صارت تحسب لنا 100 حساب، يعني ما عاد حدا يسترجي يستوطي حيطنا ولا حدا يعمل معنا فصل ناقص. لك حتى دكانجية الحارة معاملتهم تغيرت معنا من يوم ما صرت الشوفير الخاص لمعين بيك.
بس كل الحكي اللي عم تحكوه لا بيقدم ولا بيأخر، بالعكس عم بيسبب لي إحراج مع الناس. يعني كتير من الناس بيفكروني إني ممكن مون على الأستاذ بشي طلب، بشي واسطة، بشي خدمة، باعتبار إني وشي بوشه دائما طول النهار. يعني بيحاولوا يقدموا شي طلب عن طريقي. إيه شو فيها؟ إذا بتقدر تخدم هالناس ليش لحتى تقصر؟ بالعكس بتكسب ثواب. ليك التاني على الحكي، ليش أنا بسترجي أطلب منه طلب؟ إيه عليم الله، عليه وش ناشف مثل الريس، والعقد بوشه شبر، ونظرته بتقطع رزق، وبعمره ما داوى أصبعت مجروح. لا وفوق كل هاد بيضل عم بيوجه لي ويحمل لي جميلة إنه أنا شوفيره، كأني عم بيدفع لي الراتب من جيبته. وكل يوم التالي بيقول لي ولك يا أبو مروان أنت بمركز حساس لازم تعمل كيت، ولك أبو مروان أنت بمركز مهم لازم تعمل كات، ولك يا أبو مروان انت عليك الاضواء مسلطه والمفروض تنتبه لكل تصرفاتك. ابو مروان الناس بيحكموا على المسؤولين الكبار من خلال عناصرهم. ابو مروان حافظ على سمعتك حتى ما تلحقني شي طرطوشه. ايه حاجه بقى فلقني فلق، فزرني فزر من كتر الملاحظات. ويا ريت الراتب بكفي. كل ما قال له سيدنا الله يرضى عليك زيدنا الراتب، بيقول لي لا تفتح عليها الابواب بنوبة. مع العلم انه سهره واحدة مع مطربه مو معروف قرعه ابوها منين بحط ادراكي بسنتين. اخ لو بقدر استقيل اخ واخلص من هالعي كله. يو وشو بدك تشتغل اذا طلعت تقاعد؟ ولك بشتغل اي شيء، شوفير مكرو، شوفير تاكسي، على طنبر مازوت، على حمار، على بطيخ مبسمر، اي شيء بشتغل. المهم اقضي هالكم يوم البقيانين من عمري بهلاوي. اخ لو بقدر اقدم استقالتي من خدمته، بس ما بقدر، متعربت فيه بإيديه ورجليه. أخ أمي يرضى عليكي، أمي هالطشط أمي. بس طول بالك تقبرني، صدقني ما بعد الضيق إلا الفرج. الله يصطفل فيك يا معين بيك، لا شك إنك نيئة عن الخليقة، لا شك. ليش مشغل المكيف؟ شوب سيدنا. بس أنا مو مشوب، طفي. حاضر سيدي. تاني مرة لا تتصرف وتجتهد من عندك. أنا لما بدي المكيف يشتغل بقول لك شغله. شغل المسجلة لشوف. حاضر سيدي. ولك شو هالذوق يا ابو مروان؟ شو هاد؟ ما عندك ذوق انت منوب؟ خير سيدنا. يعني ما لقيت تحط غير هالشريط؟ سيدنا انتو طلبتوا تسمعوا مبارح. طلبت اسمعوا مبارح، ما طلبت اسمعوا اليوم؟ مالك شايفني معصب ولازمني شوية هدوء؟ سلامتك سيدنا، شو بتقبلوا نعمل هلا؟ حط لي شي شريط هادي لحتى ريح اعصابي. حاضر، تسمعوا شي لفيروز سيدنا؟ قولك حدا يسمع فيروز بهالشوب؟ حط لي بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب مرقت سيارة سودا. سيارة سكودا؟ لمين هاي سيدي؟ ولك عجل بقى، ضربك الطراش؟ رح نصل للمزرعة ونحن عم ناخد ونعطي. أمرك سيدنا، وين بدي لاقيها هاي؟ سيدي، عدم المؤاخذة يعني، يا ريت تحطوا شعرتكم جيبتكم وقت بدكم إياها. حط لي الغنية بلا علاء، خلصني، طاش راسي من صوتك. ها ليش هيك ماشي على مهلك؟ استعجلك شوي. سيدنا الله يخلينا اياك، انتم منبهين علي ما اطلع فوق الـ80 على طريق المزرعه. صحيح، بس لما تشوفني معصب ولازمني راحه نفسيه لازم لحالك تستعجل. يا اخي شو قصتك انت؟ كون ديناميكي، اتصرف من عندك. يعني مو ضروري كل شغله لقمك اياها بالمعلقه تلقيم. حاضر سيدنا، على قديش بتحبوا امشي؟ 120 130 مو مشكله،
المهم تزتني بالمزرعة وخلصني بقى. املي هالشريط من المسجل انسرع راسي. احترامي مطيع بيك. والله يا مولانا بصراحة الوضع خطير جدا. نعم يا سيدي. هو نحن عم نعمل جهدنا واستنفرنا كل أطباء وجراحين المستشفى. نعم؟ لا والله يا مولانا، في معه هلا فريق طبي كامل بغرفة العمليات مع الجراحين. إيه طبعا 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 سيدي طبعا، من وافيكم بالتفصيلات أول بأول. نعم يا سيدي، الله معكم، مع السلامة. قالوا نعم. احترامي سيدنا، اهلا وسهلا ومرحبا. والله يا سيدي الوضع ما بسر ابدا، بالعكس يا سيدي. لا لا لا، امكانيه نقله هلا لبرا مو وارده منوب، لانه الوضع خطير جدا وما بتحمل. طبعا طبعا مولانا، خيره الاطباء هلا معه بغرفه العمليات، وهو كذلك يا سيدي. نعم يا سيدي، امرك امرك، مع السلامه. قالوا نعم. مين معي بالله؟ تحياتي نورس بيك. أهلين مولانا. لا والله يا سيدي لسه ما طلع من غرفة عمليات. لا لا طبعا ما بدنا توصاية. سلامة معين بيك بتهم كل البلد. شو الأخبار؟ إن شاء الله خير. شو؟ الله معكم يا سيدي، مع السلامة. طيب ماشي. طمني شو الأخبار؟ أخبار سيئة. شو الحكي؟ عفوا دكتور، ممكن سؤال؟ تفضل. كيف وضعه هلا؟ عم نعمل اقصى جهدنا، انت بتعرف صحة سيادته بتهمنا كلياتنا. عفوا انا ما عم بحكي عن سيادته. لكن عن مين عم تحكي؟ عن سائق سيادته. انت ابنه؟ ايه انا ابنه. الله يصلحه على هالعملة. ولك شو انت، جن ابوك ولا هستر؟ المفروض يكون اوعى من هيك وما يسوق بهالتهور والطيش، يعني اذا ما كان سائل عن روحه، كان لازم يعرف انه معه سياسي مهم بهالبلد. قل لي لشوف. هلا مين بده يروح على المفاوضات؟ ها؟ المهم هلا دكتور، ابي كيف وضعه؟ العوض بسلامتك. مات؟ مات؟ لا لا اطمنوا، لسه سيادته بخير، كنا عم نحكي على الشوفور. قطعت لنا قلبنا يا دكتور. طمنا دكتور، شو الاخبار؟ يا خسارة. خسارة البلد بمعين بيك ما بتتعوض. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمحوا لي يا جماعة، باسمي واسم كل العاملين بالمشفى، إني أقدم لكم التعازي الحارة بوفاة فقيدنا معين بيك. والله يقدرنا كلياتنا على تحمل هذه المصيبة، وإنا لله وإنا إليه لراجعون. سمعونا الفاتحة على روح الطاهرة إذا بتريدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن آمين يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم تغمده برحمة من عندك لا تنتهي. آمين. واجعله بين حور العين والولدان المخلدين يتبختر ويزدي. آمين. وأطعمه يا رب من ثمرات جناتك ما يحب ويشتهي. آمين.
ولا تدعه يا رب بالفاتنات من ملائكتك يلتهي. آمين. يا رب إن كان لا يخجل في الدنيا فاجعله في الآخرة يستحي. آمين. يا رب إن كان مرتشيا في دنياه فاغفر رشوته وجنبه العقاب، وإن كان فظا غليظ القلب فارحم غلظته يوم الحساب. آمين. يا رب إن كان من أموال الدولة يكنز ويقتني فإنه اليوم عائد إليك ربي كما خلقتني، وأستغفر الله لي ولكم. لا لا، بكرة بنستلم الجثة من هون وبنطلع الضيعة دغري. انتوا جازوا حالكم هنيك، بس انتبهوا هالصندوق ما رح نفتحه. ايه الجثة مشوهة. سلامتك الباقي. لا لا مو لازم نشي، الله معك. مرحبا عباس. اهلين سيادة المدير. اجوا استلموا جثة الشوفير؟ ايه اجوا من شوي. ماشي الحال. العمى شو خير؟ شو في؟ انت من انو براد عطيتهم الجثة تبع الشوفير؟ من البراد 17. وجثة معين بيك؟ من البراد 16. الله لا يعطيك عافية على هالعملة فوق تعبك. ليش خير؟ شو في دكتور؟ ولك انت خربطت بين الجثتين. شو يعني؟ ما فهمت.
يعني هالامم والعالم يلي طلعت بالجنازه برا ماشيه ورا جثه الشوفير. ومعين بيك؟ معين بيك بيكونوا هلا عم يدفنون بضيعه الشوفير. دخيلك سياده المدير، دخيلك مشان الله استر علي. الله وكيلك اذا حذري بهالشغله، الله وكيلك لا ينظر ابتي قص، مشان الله ايدي بزن نارك. خلاص خلاص ولا يهمك. يبدو انه الله كاتب له لهالشوفير ينعز بموته، وكاتب لمعين بيك يموت هيك موتي. دخيلك يا ربي، دخيلك دخيلك ما اعظم حكمتك. انا من وقت كنت صغير كنت حب الصيد واللعب بالفروده والبواريد، كنت مثل جني شائق الارض وطالع، ويا ما مآزي رفقاتي الاولاد الصغار بفروده الفنين وبواريد الخردو. ليش انا انظر؟ انا كمان نفس الشيء، انا اكل من ابي فلا الله مولاها لاني قوصت على قطه بارود الخردو. وانت الثاني ما لقيت تتقاوى الا على القطاط، الله يصلحك. شو بدي ساوي؟ هدول كانوا يطلعوا بخللتي وقوص عليهم. بعدين تعال اقول لك، على من بدي قوص على رفقاتي الاولاد؟ لك يا رجل كنا صغار، ما كنا نميز بين الجد واللعب. انا بزماني روحت ايدي وانا عم بلعب ببارود الخردو. كنا بهديك الايام ندك فيها البارود دك، قامت طلعت مره على ايدي وتصوبت. من يومتها حرمت امسك بارود الدك بايدي. بس بدكم الحقيقه يا جماعه، الصياد الموهوب ببين من صغره، وبتحس انه هالبني ادم خلق ليكون صياد، لانه اولا واخيرا هي موهبه من ربنا سبحانه وتعالى. اي والله موهبه يا ابو رشدي، والحمد لله يلي الله انعم علينا فيها لحنا ثلاثه. يا سيدي انا بزماني لما كنت عم اخدم عسكريه اخذونا بقى سيدي على حقل الرمي، صفونا على نسق واحد وعطونا اعاز مشان نقوس 10 طلقات دراكا، يعني طلقه طلقه. ومحسوبكم مثل ما بتعرفوا ما بيحب يقوس ضرب ورا ضرب، دي اخلاقي روح قلبي الرش. فما كان مني بقى سيدي الا اني نزلت هالمفتاح تبع الباروده لتحت ورشيت لكم العشر ضروب رشه وحده. بحب صوت رصاصي إز، بحب صوت الرصاص المنهمر مو بإيدي. أكيد أكلت عقوبة وزحفوك كواع وركب ساعتين ثلاثة على أسرة. هو كان الضابط ناوي يسلخني عقوبة من كعب الدست وحمرت عينه علي، بس ما فعل، وكل اللي عمله إنه كمشني من شحمة إذني هيك وصار يفركها. وقال لي ليش رشيت رش ولا ما قلنا لك ترمي ديراكا؟ إيه شو جاوبته؟ قلت له سيدي شو بتفرق ان كان رشان ولا ديراكان، المهم صيب الهدف. قام قال لي شوف، اذا كنت جايب فوق الخمسة من عشرة راح اعفي عنك وغض نظر، اما اذا كنت جايب اقل من هيك فراح اشلحك من رجليك وخليك تركض حافي حوالين حقل الرمي 50 دورة وانت عم تردد بصوت عالي انا الحمار يلي ما نفذ الاوامر. ايه وشو صار؟ اكيد اكلت عقوبة. ولو مو عيب؟ لك صدقني لما رحنا على الدريقة تبعي لقينا العشر طلقات بنص الهدف، يعني 10 من 10. قام الضابط عطاني إجازة يومين ومدحني كتير. إيه ما بيخاف عليك، أصلاً أنت أحسن صياد بهالمنطقة وما في ضرب بيخيب منك. برافو عليك، بالفعل أنا هيك. طيب اسمعوا القصة. مرة طلعت على الصيد ومعي يا سيدي 200 خرطوشة بأحزروا كم عصفور صدت فيهم. 150 عصفور. لا حبيبي لا ما حزرت يا روحي، صدت فيهم 200 عصفور، يعني ما خابت معي ولا طلقة. بس بالرغم من هيك والله العظيم زعلت يوميتا كتير واخذت على خاطري. وليش بقى؟ لانه كان بنفسي اوز كمان، وندمت كتير لاني ما طلعت معي خرطوش زيادة على الجبل، لانه هالميتين عصفور كنت صايدهم خلال ساعتين، وقلت لحالي شو هالمشوار المعنت يلي انقضى بساعتين. فعلا شي بمعيد، وانت شو عملت؟ شو بدي اعمل يعني؟ وانا راجع على البيت منكسر الخاطر لقيت بدربي صياد هاوي طالع ومعه 150 خرطوشة. قمت بازرته عليهم. اشتريتهم منه؟ مو هيك بالضبط، لاني ما دفعت له مصاري، بس سألته كم عصفور متوقع تصيد بهال 150 خرطوشة؟ قام صفن شوي وقال لي مو أقل من 50 عصفور. 50 عصفور؟ حيف على هيك صيادة. ليش الأفندي مفكر حاله صياد؟ المهم قلت له تاخذ 150 عصفور
بهال 150 خرطوشه تبعها وتوفر على حالك كل هالتعب؟ والله عرض مغري، لو بيضل بالجبال 10 ايام ما بيصطاد 150 عصفور. وقبل بهالعرض؟ معلوم بده يقبل وطار عقله كمان، وفورا اخذ مني العصافير ونزل على البلد وهو نافش ريشه مثل الطبويس. المهم اخذت منه الخرطيش وكملت مشوارك. صحيح هذا اللي صار، بس خسرت عصفورين لاني ما قدرت صيد اكثر من 148 عصفور بال 150 خرطوشه. ايه سيدي، الله يجعلها اكبر المصائب. اللي هلا امتى ناوي تطلع الصيد؟ يعني بهالكم يوم. تطلع معي؟ والله بالنسبه لي اعتزلت الشغله، وقتي ما عاد يسمح، بس بدي اطلب منك خدمه صغيره اذا ما في سئله. انت بتامر ابو عادل؟ انا خدامك امور. لا العفو ولو، بس ابني عادل طالع خروق وتشتوش بالمره، بدي اعلمه على الصيد، بركي بيقوى قلبه وبيصير رجال مثل الخلق والعالم. ايه على عيني وراسي، تكرم عيونك. انت سلمني يا اليوم وانا خلال شهرين زمان برجع لك يا صياد محترف بصيد الاء من على شجر السماء. وبكون كتر خيرك يا ابو رشدي، وهالمعروف ما راح انسالك يا طول عمري. ولو يا ابو عادل ولو، لك بدنا خدمه تحرز نحنا. لك شو بكم ما تاكلوا؟ اشتروا حبيبي اشتروا. اشر يا روحي اشر، تين بعد هذا. الله يخليك. خود الله يرضى عليك. على رأيك. اشر انت بتحب الخيار، خود. يسلموا. اهلين وسهلين. اما سمعة هاي، لك انت شو بدك بهالشغلة؟ يعني بقصد ليش لا تتحمل مسؤولية الولاد؟ قال مسؤولية قال، ودخلك شو فيها مسؤولية هالشغلة؟ هلا قلت مخاطر بالصيف؟ يا ابو رشدي لا يقوم يوقع لا سمح الله وتنكسر ضلاعه. أو مثلاً لا تقوم تقرصه شي حية بهالبرية، أو يلدغ شي عقرب وهو ماله منتبه. باطل يا أم رشدي، شو الحكي اللي عم تحكيه؟ تقرصه حية وأنا موجود؟ إيه قسماً بالله، أنا لما بطلع عصيد الحياية والحناش والعقارب بتهرب من طريقي صفر سنة. لك ما بتتذكري الحناش أبو أربع أمتار يلي لقطته من دنبه وضليت له لحفيه نص ساعة لحتى مات؟ ما بتتذكري الحادثة؟ بلا، حكيت لي هالقصة 100 مرة، بس رغم هيك الشغلة فيها مسؤولية. هلأ لا تضجي علي يا أم رشدي، وخلينا نتفاهم على رواق. هات لشوف، عم بسمعك. أنت بتعرفي يا أم رشدي إنه أمنيتي بهالحياة كانت إني أعلم ابني رشدي الصيد وطالعه صياد معتبر. بس للأسف المنظوم تركنا وهاجر على كندا، وضلت هالقصة حسرة بقلبي. يعني إذا ما علمت ابنك بدك تعلم أولاد الناس؟ ليش لا يا أم رشدي؟ المهم حدا يستفيد من علمي وخبرتي بالصيد، مو احسن ما اموت وتندفن معي كل هالمعرفه وكل هالمعلومات؟ اي والله عيب علي، بصير شخص اناني بعدين يا ام رشدي، بصير شخص عم يمنع العلم والمعرفه عن الناس. ما بتتذكري جارنا العطار ابو ابراهيم الله يرحمه كيف رفض يعلمني طريقه كبس المخلل؟ انو مخلل؟ ليش ما قلت لي؟ لكن بلا قلت لك، بس انت نسيتي. هذا يا ستي مرة كان أبو إبراهيم عازمني على الغداء، ومن جملة المقبلات يلي حطلي إياهم حطلي صحن مخلل خيار بيمزع العقل، والخيارة بتقرش قرش تحت أسنان ولونه أخضر كأنه لساته ني مع أنه مخلل. سألته كيف هيك الخيار محتفظ بلونه؟ قال لي أنا عندي خلطة سرية أبضيف المي بتقوم تحتفظ بلون الخيار. قلت له خل يعني؟ قال لي لا، وقعيت غلبت حتى أعرف هالخلطة سرية ما في فايدة. وقال لي مرتي اللي هي مرتي ما بقلة سري، ومات وأخذ سره معه للقبر. دخيلك على الهم العظيم تقول مخترع الذرة. بقى شو بدك يعني أعمل يعني؟ حلوة مني موت وأخذ سر الصنعة معي؟ يه بعيد الشر عنك تقبرني، لشو هالحديث الممقيت؟ على كل نعمل اللي بدك يا تقبرني، انت ادرى بمصلحتك. هيك ها شفتي ما احسنك؟ لكن امي الله يرضى عليكي حطي لنا عشاء، حاكم بلشت معدتي تفرك. شو بدك تتعشى تقبرني؟ بقيان عنا شي عصافير بالفريزر؟ ايه بقيان عنا شي 50 منتوفين وجاهزين. لكن دخيل عينك امي اطبخي لي اياهم، هافي نفسي اليوم على اكل العصافير. لك تكرم عيونك. صباح الخير
عمي ابو رشدي. اهلين عادل، اهلين وسهلين ومرحبتين، شلونه الوالد؟ سلم عليك يا عمي ابو رشدي، انت نطلع الصيد؟ واحد ربك انت الثاني. يفضح حريش قلبك شو مستعجل؟ يعني اوام دغري بدك تطلع على الصيد هيك من الافه لادانها؟ لشو لازم اعمل بالاول عمي ابو رشدي؟ ولك حبيبي بالاول المفروض تتعلم اصول وطرق الصيد نظري، وبعدين بنطلع انا وياك على البريه ومنطبق العملي. مو دغري تحمل لي باروده طولك وتمشي. حط هالباروده من ايدك، لقلك حطها اوام، ليش معانقه؟ قبل كل شيء اللي لشوف عندكم انتو باروده خردق بالبيت؟ ايه في واحده لاخي الصغير. عظيم كتير، معناها بتاخذ باروده اخوك الصغير وبتروح بتتدرب على النيشان يومين ثلاثه وبعدين بترجع لعندي. على شو الدرب؟ على العصافير؟ لا حبيبي انا عصافير. انزل بالاول على البستان، حط مقابيلك كيله قصدير او تنكه ونيشن عليها من بعيدها، بس انتبه انتبه منيح لتقلع لك عين شي واحد وانت عم تتدرب، اوعك ها. ولازم تكون الارض فاضيه وما فيها الدومري. يعني روح بلش تدريب من هلا؟ إيه ليش لا، ما في مانع، روح تيسر عمو، روح الله يهول لك. وينك عادل؟ تعال لك تعال، ابقى اشلح لي لبس هالصيد كمان، مو حلو منظرك وانت لابس لبس صيادة وحامل بايدك بارودة خردة تبع اولاد صغار؟ ايه حاضر عمو. ايه روح عمو، روح تيسر. الظاهر تعبت؟ اي والله كثير عم علي. شو علي؟ لازم ترتفع لياقتك البدنيه. شو مفكر طلعه على الصيد هينه مثل طلعه على سيران؟ روح هلا روح روح انصرف لبيتك وسمعني صوتك وانت راكد. يلا لشوف. واه لينه 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 لينه. بيصير بيصير. ايه بابا وشو سووا معك كمان؟ عم اقول لك خلكني يا ابي، لعن افطاسي، لسه نازل فيني تدريب وتمرين وركض وزحف ومحاضرات، كاني بدي روح على العسكريه مو على الصيد. معلش بابا معلش، الزلمه عم يعمل كل شيء مشان تطلع رجال، شبك؟ يو ليش عادل مو رجال؟ انا الرجوله عندي بالصيد، والصياد الشاطر صفات الرجوله مكتمله فيه. إيه حاجتك بقى يا حاجه، دخيلك انت والصيد، يعني لو خليت هالولد يتعلم له شي شغله مو احسن له من هالعي كله؟ ام عادل بترجاكي لا تتدخلي بيني وبين ابنها، وخاصه بهالمواضيع. بدي اياه يطلع صياد يعني بدي اياه يطلع صياد، صلى الله وبارك. طيب نمد يصير صياد، ولهلا ابو رشدي ما خلاني ادقر بارودة الصيد. معلش بابا معك معك بتدقرها، المهم هلا بدك تنفذ كل تعاليمه بدقه، بدي اياك مثل التلميذ النجيب، احمد ربك استاذك ابو رشدي، ما صحيت لجدي. ماشي الحال نشوف شو اخرته. فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت. حاجه حاجه عادل يعطيك العافيه، بنغير الموضوع. مستعد الفحص ولا مالك مستعد؟ ولا يهمك عمي ابو رشدي مستعد. لا تنادي لي عمي الله يرضى عليك، تنادي لي معلم. حاضر معلم. برافو، اصبح سمعني لشوف طريقه صيد الارانب. الارانب تنصاد بالليل، بنوجه الضوء على الارنب لحتى يشفل ويخاف ويوقف بارضه، وساعتها بنقوس عليه. برافو عليك حافظ درسك. طيب شو هي الطيور يلي ممكن نصطادها وهي على وش المي؟ حجل. ولك انو حجل هاد؟ العمى شو مخك سميك؟ صرت عايد لك ياها 100 مرة، وين مخك؟ عفوا عفوا معلم هلا اتذكرت، الطيور بتنصاد على وش المي هي الزرع والبط والوز. قوم قوم قوم. وشو كمان؟ والله نسيت، ذكرني معلم.
لك جاج المي والحباري شبنا. ما قلت لك انه الحبريه بتجوع وبتنزل على وش النهر او البحيره حتى تلقط سمكه منقوم نحن منجي منصطادها؟ على كل حال بتكتب لي هالمعلومه عندك 100 سطر عقوبه لحتى تحفظها، فهمت؟ حاضر يا معلم. قل لي لشوف، شو هو الطير يلي بينصاد بموسم التين؟ عصفور التين. عال. وبالربيع؟ الترغل. عظيم. وبالتلج؟ الشحرور. وبيوم الجلاء 17 نيسان؟ فري. برافو عليك، عم يتحسن مستواك. يعني صار ممكن أوس بالجفت معلم؟ لا لا، لسه بكير عليك، بدك فت جفت، بدك فت خبز، بكير. يعني ما راح تطلعني معك على الصيد بعد بكرة؟ مبلا راح أطالعك، بس مشان تتفرج، وبعد 4-5 مشاوير، إذا شفتك عم تستوعب منيح، ممكن سلمك بارودة وخليك تقوس. على كل حال خلينا نرجع، تأخرنا، امشي عمو امشي. امشي اشوف قدامي. يا الله. ملابس صياد، جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. ملابس صياد، جزمة جلدية طويلة حتى الركبة. بنطال عسكري لونه خاكي فضفاض. بالإضافة إلى بدريسة فيها أمكنة مخصصة لوضع بعض لوضع الفشك، ومن الخلف شبكة صغيرة لوضع بعض العدة، وفيها مكان للموس والكبريتة. إن شاء الله عم تستفيدنا برجلك بابا. شوفت عينك بابا، اقسم بالله أيام الفحص ما درست فيه كل هالدراسة. هلأ أنا بدي أفهم أبو رجلي ليش عم يتمقطع بهالصبي كل هالمقطعة هاي؟ ليش؟ شو هو بده يطالع على الصيد ولا بده يطالع على المريخ؟ معلش معادل معلش، كل إنسان له طريقة بالتعليم. أنواع البواريد: جفت بعينتين، بارودة 12 ملم، بارودة 9 ملم، بارودة أوتوماتيك، بارودة ماجنوم خاصة لصيد الغزلان، بارودة ستاندرد، بارودة سميث، بندقية جولد. ما قلت لي أبو رشدي بدك تطالع عادل بكرة الصبح معك على الصيد ولا رايح لحالك؟ لا بدي طالعه، وقلت له يمرق لعندي الساعة 5 اليوم الصبح. وإن شاء الله رح تسلمه جفت وتخليه قوس. أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ غر هذا بغو، عوده طري ما بيتسلم سلاح. أنا رح أطالعه معي مشوار ليتفرج علي وبس، ليتفرج علي شلون عم صيد، وبعدين ممكن خليه يطلق النار، يعني بعد شي 10-15 مشوار على القليلة. إيها هيك أحسن، لأنه الاحتياط واجب. ما بدك تحطي لنا عشاء؟ بلا تكرم عيونك، اللي تقبرني شو بدك تتعشى؟ يا ترى بقيان شي من الوزة تبع امبارح؟ لا والله مو بقيان. والبطة؟ كمان مو صفيان منها، يعني الفريزر والبراد فاضيين، إذا بدك بحط لك شوية حواضر. أمري لله، بتعشى حواضر، وبكرة إن شاء الله رح أدرس لك الفريزر ترس، طيور حجل، ووز، وبط، وأرانب، وفري من غلة صيد. بس إن شاء الله تكون زنود عادل قوية ليقدر يحمل معي الغلة. يلا يلا شوف احملها على كتفك. صاخ صاخ معي. واقف لك محلك. المطرة جاهزة؟ موجودة معلم. الموس والكبريتة هون بالجيبة، والبيل بالجيبة الوراني. عظيم جدا، الحاني لقلك. يعني بدنا نمشي شي ساعة ونص، تعبت شي؟ لا لا ابدا، بس حبيت اسأل. برافو عليك، هلا بس نوصل لهديك التلة بنرتاح لنا شوية. شو بنرتاح؟ شوية شوية بنرتاح. امشي لهلا، امشي امشي يا حرق امشي. تعال تعال.
طيري يلي كل ما هطار زاد العنا والهم بيا، من يبتلي بحب البكار راحت علي العيش الهنية. تشرب؟ صحة عني. يا سلام سلم، لسات المي باردة. شايف شو فاقت المطرة يا عادل؟ معلي حابب اسألك سؤال. اذا سؤال له علاقة بالصيد اسأل، اما ما عدا ذلك لا تسأل. لا بالصيد طبعا. معلي كنت حابب اعرف انت مكم سنة بتطلع على الصيد؟ هو علينا من حوالي 30 سنة، يعني من لما كنت بقدك او اصغر شوية. يا ترى دغري قوص بالجفت ولا دربت مثلي بالاول؟ لا دغري، بس جيلنا نحن يا عادل غير جيلكم. جيلنا كان جيل جبار ومخنا كبير، كتير كبير مخنا كان، بعكس هالجيل هذا. هالجيل لا تاخذني يعني عادل نعنوح وتشتوش وما بيستوعب بسرعة، ومشان هيك بده تدريب كبير. طيب انت بهالثلاثين سنة صدت كل شيء ولا لسه في شيء نوع من انواع الطيور ما صدته؟ كل شيء بيخطر على بالك صدته، لك صدت كل شيء. صدت طيور وغير طيور وما خليت شيء يعتب علي ابدا. الا الطير الحر يا عادل. شو هذا الطير الحر؟ يا سيدي هذا طير غالي كتير، يعني احيانا بيوصل حقه للمليون ليرة واكثر احيانا. والصيادين الكبار بيستعملوه كمين ليصيدوا فيه طيور الجارحة والغزلان. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني بيمسكوا الصياد وبيحطوا على ايده بعد ما يربط له رجليه وعيونه، وبيصير يضايقه حتى يطالع اصوات، وعلى صوت هذا الطير بتيجي الطيور الجارحة ركيد مثل الصقر، النسر، الشاهين. وبس يقربوا لعنده بيكونوا هالصيادين عاملين لون كمين وبيزتوا عليهم هالشباك وبيصطادوهم. يعني بيصطادوهم طيبين؟ ايه طبعا، لانه سعرهم غالي كتير، وفي صيادة محترفين مثلي بيقوسوا على جناح الطير الحر وهو طاير، وبس ينزل على الأرض بيعالجوه وبيضمدوا له جرحه وبعدين ببيعوه. طيب انت ليش لهلا ما صرت طير حر؟ آخ يا عادل آخ، هي حسرة بقلبي من 30 سنة، ولك ما خليت شي يعتب علي إلا اصطدته، ما عدا هالطير ما كنت أقدر عليه أبدا. بس وين بده يطير من إيدي؟ وين؟ إلا ما يجي يوم واصطاده. وعلى فكرة أنا نادر ندر إني بطل شغلة الصيد وأقعد بالبيت بعد ما اصطاد الطير الحر. لك بريك من إيدك، ترك البارودة من إيدك، لسه بتلعب فيها مثل ولاد صغار، هلا بيطلع الضرب منها بدون ما تنتبه. يخرب بيتك وبيت بيتك، ولك ليش قوصتوا؟ لا لا تأخذني معلم، شفت شي طار بالسما متقوصت عليه؟ ورصاص يخلع رقبتك خلع، شو مفكر حالك صرت صياد؟ العمش ومجلوق. عمى شو ها؟ هالطير اللي قوصت عليه؟ لك معقول؟ لك معقول؟ لك هذا الطير الحر؟ ولك ملك الطيور هاد؟ الطير الحر يا عدولة، الطير الحر يا عالم، واخيرا اجى لعندي برجليه. لك دخيل ربك على هالمنظر، انا دخيل ربك انا. الطير الحر يا عادل، الطير الحر ولساته عايش كمان. الضرب اجى بجناحه، ركود قوامي يا عدول ركود، هات قطن وشاش من الجعبة، لساتك هون؟ ولك روح قوام. ولك الطير الحر هاد، الطير الحر يقبرني يلي خلقك. ولك صار لي 30 سنة عم اطلع على الصيد وما قدرت صيده، قام هالغر هالفصعون من اول طلقة صاده. فعلا ان هذا من عزم الامور، الطير الحر، الطير الحر. بس وينكن يا جماعة؟ مو شطارة من عادل، بضل عادل تلميذي الك عن. يا طير يلي كل ما طار زاد العنا والهم بيا.
ناموا الاولاد؟ اي نام. حط لك تتعشى؟ ليش بيان شي عنا؟ بيان لقمه مسقعه. معلش خليها للفطور. ايه مثل ما بدك. انت تعشيتي؟ اكلت لقمه مع الاولاد. لا حول ولا قوه الا بالله يا النبيل. واخرتها واخرتها الحاله. شايف لك كل ما لا عم ترجع لورا. اي صح النوم. منيح اللي عرفت انها عم ترجع لورا. يعني اذا بدنا نضلنا على هالحاله بجوز ما نعود نلاقي لقمه ناكلها او حتى كسره خبز. معك حق يا ام نبيل. يعني بالفعل كانت هالدكانه صغيره ساترتنا. ساترتنا وبس. على القليله كنا عم نشبع اللقمه. ايه والله يا ام نبيل. تاري كنا عايشين بنعمه وما لنا حاسين فيها. يعني معقول نضل قاعدين وحاطين الحزم بالجرن وعم نندب حظنا المعتر؟ الدكانه وراحت بالقص. شو بده يفيد الزعل؟ لك يقصوا رقبتهم إلهي قص. يعني ما لقوا يمرقوا الطريق إلا من نص دكانتي؟ لقوا مكتفوا بالدكانة قصوا لي نص البيت كمان. هلأ المهم نلاقي حل. حل شو؟ للحالة اللي نحن فيها أبو نبي. لازم أنت تلاقي شغل اليوم قبل بكرة. ليش فكرك أنا عم قصير؟ والله يلي بيسمعك بفكرني قاعد بالبيت وناطر الشغل ليجي لعندي. ما لك شايفتيني عم خفق من قرنة لقرنة حتى أدور على شغل؟ لك شايفتك مو إنه مو شايفتك، بس لهلا ما طلع معك شيء. تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. ولك يا ام نبيل افهميني مشان الله، مو ذنبي اذا ما طلع معي شيء، المهم اني عم حاول. يعني ما ضل باب الا ما طرقته، ما ضل طريق الا جربته. جرسون بشي مطعم ما رضوا يشغلوني، قال وشي مو سياحي. رخصه عربايه خضره ما قدرت طالع، قال بدها واسطه كبيره. طيب واسطه كبيره. رخصة كشك صغير كمان ما قدر طالع، لأنه الكشك بده 60 موافقة أمنية ويمكن بده قرار سياسي كمان. بيع طوابع على باب شي مؤسسة حكومية ما قدر اشتغل، لأنه لازم يكون مسجل على حسب أولون بنقابة معقبين المعاملات وبياعين الطوابع. بيع كعك بحليب ومهلبية بكراجات الانطلاق ما قدرت اشتغل يا أم نبيل. قال مفتشين الصحة عم يلاحقوا بياعين الأغذية المكشوفة. لا وللنكاية كل ما بيلاحقوهم بيكتر وأكتر. جربنا نعمل بسطة هيك صغيرة، بسطة جرابات بشارع العدل الاجتماعي، قداحات، نظارات، جرابات، كبسونات، بيال. اجت المحافظة وصادرت لي 4 دزينات جرابات وبيلين وثلاث قداحات ونظارة. بقى شلون بدي شلون بدي اتصرف؟ شو بدي اعمل؟ دور بالطرقات واشحد ولا بيع على نيزدرة ولا بليلة بالكمون يا ام نبيل؟ طب ليش ما بتجرب تتوظف؟ اتوظف؟ وعلى شو بدهم يوظفوني؟ على هالشهادات يلي معي؟ ليك والتاني؟ شو أنا عم قلك توظف مدير عام؟ عم قلك دبر لك شغلة مستخدم أو آذن. قد ما كان الراتب بيشبعنا الخبز. طيب شلون بدي اتوظف؟ مع مين بدي أحكي؟ هاتي لشوف. أنا رح أقلك. جارتنا قالت لي إنه جوزة رح سجل اسمه مكتب العاطلين على العمل. وشو بيعمل هذا المكتب؟ قال الواحد بيروح بيسجل اسمه هونيك وبس يلاقوا له شغل بيتصلوا فيه. شو هالحكي؟ صدقيني يا ام نبيل ما سمعت بهيك مكتب. طيب ليش ما بتروح بتسال جارنا ابو موفق؟ ليش ابو موفق اشتغل عن طريقه؟ لا لسه ما اشتغل لانه ما صار له مسجل اسمه يومين. ان شاء الله مفتكر انه رح يلاقوا لك وظيفه بين يوم والتاني. يعني بعد كم يوم بيلاقوا له شغل؟ شو بعرفني انا؟ روح اسال ابو موفق. اصبح خلاص. بكرة الصبح راح أسأله. وينك ام نبيل؟ قومي الله يرضى عليك يحطي لي هالمسقعة على اتعشاها. قومي لأنه يبدو أنه قصة أبو موفق فتحت نفسي على الأكل. تكرم عيونك تقبر قلبي الله يخلينا إياك. شو معك شهادة؟ معي سيرتيفيكا. اختي هاتي وصفي على الدور، والله في قبل منك كثير. شو قلت لي معك شهادة؟ معي سيرتيفيكا. سيرتيفيكا؟ هي بتسميها شهادة؟ والله على ايامنا كانت اهم من البكالوريا، هيك قلك لك يعني. طيب، شو كنت تشتغل قبل ما تصير موظف عاطل؟ لا يا طيب، أنا عاطل؟ قصدي عاطل عن العمل. كنت فاتح دكان صغيرة جنب البيت. طيب ليش سكرتها؟ المحافظة قصتها، قال مشان يوسعوا الطريق. طيب ماشي الحال، بإيدك شي مصلحة؟
لا والله ما في. طيب اعطيني عنوانك ورقم تليفونك. ايه بس انا ما عندي تليفون. طيب اعطيني اقرب رقم تليفون لك. ماشي الحال. سجل عندك رقم السمان ابو رجدي. 8-3245. ايه حبيبنا؟ امتى ممكن تلاقوا لي شغل يعني؟ انت لا تهكل هم، نحن نتصل فيك. ما اختلفنا، الله يرضى عليك، بس امتى يعني؟ حبيبي انت ليش بصدك محروقة؟ بس يجي دورك. مسيك، هذا رقمك. 12470؟ اعوذ بالله، شو الرقم هذا؟ اخي هذا الرقم المتسلسل تبعك، ايش وشايفنا عم نوزع ارقام ذهبية هو؟ يعني في قبل 12469 واحد صافين على الدور؟ ايه نعم هيك شيء، في حوالي 12469 عاطل عن العمل قبلك. ودخلك كم واحد عم توصفه باليوم انتو؟ ايش وجاي تحقق معي انت؟ لا ولو اعوذ بالله، شو حقق معك؟ لا عم بستفسر بس. لحد هلا ما وظفنا حدا، بس الحكومه وعدتنا ب 5000 فرصه عمل لهي السنه، وبصراحه لهلا ما استلمنا شيء. يعني على هالحالة ممكن انتظر سنتين ثلاثة ليجي دوري. ايش مفكر حالك رح تتوظف بيومين ثلاثة؟ يلا اخي يلا، في غيرك كثير عاطلين صفين على الدور. والله اذا كان هيك تفضل اخي، وهي الرقم ما بدي اياه، وشقل لي استمارتي لو سمحت. ليش بقى؟ لانه اذا بدي انتظر سنتين لتلاقوا لي شغل بكون متت من الجوع انا واولادي، وما حدا دري فينا. قولك حبيبي طالما ما بدك تتوظف ليش دعيت لي قلبي من الصبح؟ العمى على هالسلامة، صحيح في ناس بترفس النعمة. مو هيك؟ أنا برفسها للنعمة، هيك أنا، من طول عمري نمرود وجاحد وبالنعمة، عن إذنك. يلا معك. شان ناس هي؟ العمى. يا ابني، دخل لي العاطل اللي بعده. الله يصلحك يا أبو نبي، ليش هيك عملت؟ ما كان لازم تشق الاستمارة. وليش بقى؟ هلا انت من كل عقلك مصدق انه تشغيل العاطلين عن العمل رح يصير بالدور؟ لكن بشو؟ بالزور؟ لا سيدي مو بالزور، بس بالواسطه. يعني اللي بقصده بكره كل واحد معه واسطه بيتوظف اول شيء. اصبح حل عنا يا، ما في شيء بينبكى عليه، لانه انا لا لي لا واسطه ولا بطيخ مبسمر. لك انا زلمه مستور بمشي الحيط الحيط ومن الله ستر. شلون مالك واسطه؟ لك واسطه ومهمه كمان. هلا جاي تقري علي ابو شاب، اتركني بهمي الله يرضى عليك. صدقني يا ابو نبيل عم بحكي جد. ها ومين واسطتي دخلك؟ انا. انت يا حبيبي شو يعني عينوك وزير وانا ماري دريان؟ هلا لا تتمسخر يا ابو نبيل، الحجر اللي ما بيعجبك بفجر. انت جربني شوف شلون بتتوظف بيومين. لك اخي حاكيني من الاخر، الله يرضى عليك، انا مالي قدره على الاخذ والعطاء. حاضر سيدي رح حاكيك من الاخر. أنا من أسبوع زمان كنت عم ركب واجهات ألمنيوم بفيلا الأستاذ مروان المعكر، عرفته مو هيك؟ لا والله ما عرفته، مين بيكون بسلامة قدره؟ يا سيدي هذا مسؤول كبير بالبلد، يعني شغلته فوقانية كتير وكلمته مسموعة وين ما كان. إيه؟ المهم هذا الزلمة كان مبسوط كتير من شغلي ومن معلميتي، لأنه شبابيك الألمنيوم اللي ركبت له ياهن ببيت. هلأ اتركني من شبابيك الألمنيوم وحاكيني بالمفيد. على عيني على عيني. الخلاصة الزلمة عطاني كرتو اللي مسجل عليه كل أرقامه وقال لي شو بيلزمك أنا جاهز، بس أنت تعال عندي على المكتب وذكرني بحالك وما بيصير إلا اللي بدك يا. شو الحكيم؟ يعني أنت بتمون عليه؟ لك طبعا بمون عليه، لكن شو عم بحكي من الصباح؟ لكن إيدي بزنارك أبو شهاب، حكي بالتليفون واشرح له وضعي، بركي يعني بيدبرني هيك بشي وظيفة. لا لا على التليفون ما بيمشي الحال. بسيك لقلك خود هذا الكرت ونطلع عنده على المكتب وقل له انك من طرفي وشوف شلون بيوصفك. سيك. يا سلام عليك، ربي يجير دياتك يا ابو شهاب، يعني اذا زبطت هالشغله بتكون خدمتني خدمه العمر. ولو يا ابو نبي، هذا واجبنا، بس لا تنساها، ذكره باسمي وقل له ابو شهاب، ابو شهاب اللي ركب لك واجهات الالمنيوم. ولا يهمك، هيك رح اقول له. انت رجاء أن تكتب لي عنوان شغله هون على قفل كرت وانا بتصرف. طيب ماشي حاضر. طيب ان شاء الله مع السلامه. وين يا اخ؟ وين؟ لعند الاستاذ مروان.
أنا أستاذ مروان، عنا أربعة بالاسم. الأستاذ مروان المعكر. آه قصدك الأستاذ مروان العكر المدير العام. أيوة هو بذاته. حضرتك من ضيعته؟ ليش من أنو ضيعة هو؟ لك حبيبي أنا اللي بسأل هون مو أنت. لا أنا مو من ضيعته. طيب في معرفة بينك وبينه؟ لا ما في معرفة، بس أنا جاي من طرف شخص بيعرفه، خوش بوش كتير هو وياه يعني. في موعد؟ لا والله هو ما في موعد، بس الشخص اللي بعتني لعنده قال لي أنت بس قل له إنك من طرف فلان، وبالعلامة أعطاني الكرت تبعه. تفضل شوف. مين اللي بعتك لعنده؟ أبو شهاب. صديقه للأستاذ؟ قصدي يعني شو بيشتغل؟ نجار ألومنيوم. نجار ألومنيوم؟ لك منين لوين ليعرفوا للأستاذ؟ أبو شهاب هو اللي ركب له واجهاته للأستاذ، واجهات الألمنيوم قصدي. انت ارفع هالسماعة وقول له في شخص من طرف أبو شهاب وشوف شلون. ماشي الحال، واقف عندك شوي. قال له مرحبا أستاذ، أستاذ في عندي شخص بده يقابل الأستاذ مروان. نعم عم بيقول من طرف أبو شهاب. لا 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 هذا أبو شهاب تاني، هذا نجار الألمنيوم اللي اشتغل عند الأستاذ بالفيلا. طيب ايوه حاضر حاضر استاذ، مع السلامه. شو قال لك؟ الاستاذ مو فاضي، روح ورجع بعد يومين ثلاثه. إيه بس انت عدم المؤاخذه ما حكيت مع الاستاذ مروان، حكيت مع واحد تاني. يا حبيبي انا هي صلاحياتي، ما بقدر بحكي الا مع مدير مكتبه وبس. إيه بس مدير مكتبه ما بيعرف ابو شهاب. لا اله الا الله، خذ حبيبي روح ورجع بعد يومين ثلاثه. قلنا لك بسيطة، شو علي؟ بس صدقني أنا رح أقول هالحكي لأبو شهاب وزنبك على جنبه. لك روح قول له بدك يا فريني بقى خلصني. رح قول له، رح قول له. لا إله إلا الله. وليش ما قلت له لأبو شهاب شو صار معك؟ مين قال لك ما قلت له؟ قلت له ونهز بدنه كتير لأبو شهاب. نهز بدنه قلت لي؟ إيه والله يا أم نبيل. إيه مو المهم ينهز بدنه، المهم يحل لك المشكلة. رح تنحل إن شاء الله. وابو شهاب نصحني انتظر الاستاذ مروان برات الشركه، وبمجرد ما يطلع من باب المؤسسه رح اركض لعنده واعطيه الكرت. طيب وبركي المرافقه اللي حواليه ما خلوك تقرب عليه؟ هو بمجرد ما يعرف اني من طرف ابو شهاب رح ينادي لي دغري. ان شاء الله تزبط هالشغله يا رب. بيتهم هالمرافقة شو قليلين خير، يعني شو بيخسروا إذا خلوك تحكي مع الأستاذ؟ شايف أنت شايف؟ شو يعني رح ناكله بلا ملاق؟ على كل حال أنا بس شوف الأستاذ مروان بدي أقول له على اللي صار بالتفصيل، وبدي خليه يعقبهم كلهم، لأن الأستاذ ما بيرضى بهالشيء أبداً، مو ممكن. هلأ المهم أنا كيف بدي أشوفه وأحكي معه؟ بصراحة يا أبو نبيل ما ضل قدامنا غير حل واحد. شو هو؟ رح أقول لك. الأستاذ بالعادة بيسهر بالفيلا مع رفقاته كل يوم خميس. أنا من رأيي تحمل حالك وتروح على الفيلا دوز دغري وتقول له إنك أنت من طرف أبو شهاب. طيب ليش ما بتروح معي أنت؟ عندي ورشات يا أبو نبيل والشغل لفوق راسي. يا والله ما غيب لحظة واحدة لا تنخرب الدنيا. تعرفوا يا جماعة ليش ما عطلع نكت جديدة على الحماصنة؟ ليش بقى؟ لأنه تشفرت. باي خوة قديمة كتير هي أبو البر. شو بدي ساوي لكم هذا اللي عندي؟ آخ الله يرحمه لأبو كباسة، فعلا اللعدة ما بتسوى شي بلاه. الله يرحمه كان يضحكنا طول الليل، كتير دمه خفيف وظريف. لك أنا خواصري كانت طقم من الضحك بمجرد ما يحكي. الحق معك فعلا الله يرحمه كان دمه خفيف ومنظره بضحك الحبلة. بتتذكروا يا جماعة لما قلدلنا صوت الطرطيرة؟ ولا لما رقص الله يرحمه مثل نجوى فؤاد؟ لك بتتذكروا لما دفشناه على المسبح وطلع ما بيعرف يسبح؟
ولك الله يرحمه كل شي كان فيه بضحك حتى موته. قال شو دعسته طرطيرة مسرعة محمل جحاش. تعرفوا يا جماعة عم بدعي لربي يبعث لنا واحد مثل ابو كباسة. بيظهر دعوتك مستجابة يا استاذ. شلون بقى؟ لانه اليوم ابو شهاب رح يبعث لنا واحد خيلي دمه خفيف وما بيخلي على القلب هم. ومين هذا ابو شهاب كمان؟ مدير الشؤون القانونية عندي. ان شاء الله يطلع مثل ابو كباسة. قال افضل من ابو كباسة بكتير. لك الله يرحم ابو كباسة وسهرات ابو كباسة ونكت ابو كباسة. لك ابو كباسة اسمه ابو كباسة بيضحك لحاله اسمه. ابو كباسة. الله يرحمه. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. نعم يا أخي مور، مين حضرتك؟ أنا من طرف أبو شهاب و... أبو شهاب؟ أهلا وسهلا فيك. تفضل عمي، تفضل. شرف. الله يزيد فضله. شرف عمي، شرف. الله يخليك. تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل عمي. الله يسلمك. شرف. العفو منك. تفضل. شرف أنت. الله يخليك. شرف. تسلم. تسلم. كباسة كباسة كباسة. يعني بنته اسمها كباسة. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. ورحمة الله. عفوا، حضرتك الأستاذ مروان العكي؟ هذا اللي طلع معك حكر. ما بعرف. عفوا معلمنا اسمه مروان المعكر مو العكر. آسف آسف آسف. معلش معلش معلش. أهلا وسهلا فيك. احكي اللي بدك يا. الحقيقة أنا جاي من طرف أبو شهاب الحباب و... هلا أبو شهاب صار حباب. الله يسمعنا الأغراض الطيبة. لك لحظة لحظة يا جماعة لحظة. شو اسمك أنت؟ سيدي أنا اسمي أبو نبيل. لا 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 لا، شو الاسم هذا؟ أنت لازم تغير اسمك. قال أبو نبيل. قال فعلا مروان بيك اسمه جد كتير. شو رأيك يا أبو نبيل نغير لك اسمك؟ مثل ما بتأمروا سيدنا. شو رأيكم نسميه أبو عشاء؟ أبو عشاء. لا لا لا، في اسم أحلى. شو رأيكم نسميه أبو سطل؟ حلو حلو، بس في أحلى. في أحلى. أبو بريس. اسمعوا يا شباب، شو رأيكم نسميه أبو نونو؟ أبو نونو نونو نونو, نونو, نونو. فعلا نونو. فعلا يا مروان بيك اسم حلو كتير، أبو نونو. إيه يا أبو نونو، هات من أولها. ليش تأخرت علينا؟ كان المفروض تكون هون قبل ساعة ونص على القليلة. سيدي عفوا، يلي صار إني كنت عند الدكنجي أبو إسماعيل عم اشتري كيلو لبنة، قام المنظوم باعني زيادة عن التسعيرة ب15 ليرة. قمت اشتكيت عليه للتموين سيدي. هلا تأخرت علينا مشان 15 ليرة؟ والله نحن بنسوى أكثر. وشو عمل له موظف التموين للدكنجي؟ عضه. والله يا جماعة أنا خواصي راح أطوم من كثر الضحك. وأنا راسي من ورا صاري وشعني. خذ يا أبو نونو اشرب وبالرئة. العفو منك يا سيدي. الله يخليك. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يهمك، راح شربك عصير التفاح. تفضل يا حبيبي يا أبو نونو. الله يخليك. معقول يشرب عصير التفاح سخن؟ بحط له ثلجي. معلش. لا 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 لا. تسلم لي. يخلي لنا اياك. بس يا جماعه، خلونا نقلبها جد.
هات لنشوف شو أخبارك يا أبو نونو. إيه هات سمعنا لنشوف. سيدي أنا معمر بيت صغير بمنطقة مخالفات وفاتح دكاني منه على الشارع. قامت الحكومة الله يعزها روحت لي بيتي بالقص. القص الديناري ولا البسطوني؟ سيدي البيت انقص نصين بالضبط. والحكومة قصت لك البيت بلا مقص ولا بالسكين؟ طمني التواليت ضل معك ولا مع الحكومة؟ لا سيدي مع الحكومة يعني راح بالتنظيم. وشلون عم تدبروا حالكم بلا تواليت؟ سيدي عمرنا واحد جديد محل الحمام. وين عم تتحمموا هلا؟ بأوضة القعدة سيدنا. يا جماعة هذا ز... راح يموت يا لطيف. شو دمه خفيف ومعضوب شو هاد؟ النحفة انه بيقول النكتة ووشه ناشف تمام جامد لا بيضحك ولا بيعمل شيء مو مثل هداك ابو كباس بيقول النكتة وعم يضحك ويطقر بالضحك. لا والنكتة سيدنا انه صار البيت بلزق الاوتستراد وكل ما مرقت شاحنة او براد بضاعة من جنبه برج البيت كله سوا. قال برج مثل الموبايل تبعي. رجاج. كمل كمل ابو نونو كمل. سيدي بعد ما راحت الدكان بالقص صفيت بلا شغل وانا عندي كوم لحم بالبيت سيدي. لحم بعظمه ولا هبره؟ كمل كمل ابو نونو كمل. وانا يا سيدي عندي ولد معاق بالبيت عمره 14 سنه ولحد هلا العفو منكم يعني بيعملها تحته. الكبيره ولا الصغيره؟ تنتين سيدي. تنتين. حاجه رح يبقوا خواصي من الضحك. ابو نونو حاجه كرمال الله حاجه. يا جماعه ما معقول النكت يلي بيحكيه أبو نونو أفضل بألف مرة من نكت أبو كباسي. شو جاب خشاب يا عمي؟ فعلاً هذا تائنا أكتر. بس سيدي أنا ما عم نكت. شايفين يا جماعة؟ الكل حلو فيه إنه متواضع. شو كنت عم تحكي لك؟ سيدي أنا عم أحكي عن همومي. فظاعة يا جماعة. ليش صايرة هموم الناس بتضحك؟ شو طلبك أنت؟ يا سيدي الله يخلي لي اياك يخلي لك اولادك يعني بدي تتكرموا وتدبروا لي وظيفه اكل منها خبز انا واولادي. ولا يهمك مشكلتك محلوله. شو رايك تتوظف عندي هون بالفيلا؟ كتر خيرك يا سيدي بس عفوا يعني شو بدي اشتغل هون مولانا؟ مثل ما عم تشتغل هلا انت بتحكي ونحن بنضحك. برافو جبت مروان بيك برافو عليك وراتبه علينا نحن ثلاثه. ايه ايه شو رأيك بقى يا أبو نونو؟ سيدي إذا بدكم تضحكوا عن جد انزلوا لعنا على الحارة في ألف واحد مثلي بتشوفوا هموم الناس بعينكم سيدي تضحكوا عن جد وبدون ما تدفعوا قرش واحد. بلاش يا سيدنا بلاش. شو؟ امتى رح يجوا ضيوفك؟ يعني شي ساعة تقريبا. مين جاي اليوم؟ مثل العادة رياض وطالب ويحيى. واكيد رح تسهروا للساعة 2 3 ما هي؟ والله يا ناريمان حسب الجو. طيب انتوا ليش ما بتعملوا هاي السهرات عائلية؟ يعني ليش سهرات رجالية فقط؟ معك حق. وانا ما عندي مانع، بس مثل ما بتعرفي رياض ويحيى لساتهم عزابية، يعني ما عندهم نسوة. لكن ما اختلفنا، بس إذا طالب جاب معه مرته ويحيى جاب معه أخته رحاب هيك بتصير السهرة عائلية. يا ستي ماشي الحال،
راح اقترح عليهم هالاقتراح بالسهرة الجاية. منيحة. هلا قومي على المطبخ وشوفي لي شو اخبار البوفيه. حاضر. بأمرك اسعد بيك. شو قلتي رحاب؟ رح تغيري رأيك وتجي معي على السهرة ولا شلون؟ لا معلش يا أخي، روح أنت لحالك، أنا مو كتير بهضمها لناريمان مرت أسعد. ليش؟ ما بعرف، بحس كأنه في عندها نظرة فوقية وكتير كتير قابضة حالها. ليش جوزها عنظام؟ كمان التاني كل ما زادت ثروته كل ما له راسه عم يكبر وعم يرفع مناخيره للسماء ومفكر أنه بيقدر يشتري الكون كله بمصاري. طالما هيك انت ليش رايح تسهر عندهم؟ انا مو رايح من شانه، انا رايح مشان طالب ورياض لانه كتير ضغطوا علي مشان روح. بدك تتأخر تقبرني؟ يعني اذا ما علقنا بشي برتية تشدي رح ارجع بكير، يعني على الوحدة وحدة ونص. شو هالحكي؟ وحدة ونص بكير؟ منيح اللي مانك متجوز لانه مرتك اكيد اكيد ما رح تتحمل هالوضع. ها ها يسلم تمك، ومشان هيك انا ما تجوزت لاني ما بحب حدا يقيد لي حركتي. يلا اختي بدك شيء؟ لا سلامتك تقبر قلبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا من كل عالك عم تحكي؟ تفضلوا تفضلوا. طبعا هي قناعتي. يا حبيبي القناعة لازم تكون مبنية على الموضوعية والمنطق. يا أستاذ أسعد، يحيى محامي قديم ومعظم قضايا اللي عم يستلمها جنائية بجوز اكتملت قناعاته من احتكاكه بالمجرمين والمتهمين. كلام رياض مزبوط 100%. ولا شو رأيك يا يحيى؟ طبعا هذا شيء أكيد، لأنه مهنتي كمحامي بتخليني استشعر واستشف آراء الموكلين سواء كانوا أبرياء ولا مسلمين. يعني بفهم من كلامك أنه حكم الإعدام جائر ومشيع؟ طبعا، شو عم نحكي لكان؟ يعني مو من السهل أبدا أنك تلغي حياة إنسان بقرار أو توقيع الورق، ولها سبب في كتير من دول العالم عم تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بالسجن المؤبد. صحيح كلامك، في كتير من الدول ألغت عقوبة الإعدام ودول تانية عم تسعى للإلغاء. إيه بجوز، بس هذا مو تصرف إنساني أبداً. أوف، وشلون مو إنساني بقى؟ هات لشوف. طبعاً مو إنساني، لأنه السجن المؤبد أصعب بكتير من حكم الإعدام. الإعدام موت سهل وسريع، يعني بثواني بينتهي الإنسان من كل عذاباته بالحياة، بينما السجن المؤبد بيخلي الإنسان يموت 100 موتة باليوم. يا أستاذ أسعد، أنا مو من رأيك، لأنه مهما كان الظروف الحياة قاسية ومهما كان السجن مظلم وموحش بتضل الحياة حلوة. شو هالحكيات؟ بضل شعور الإنسان بأنه لا يزال على قيد الحياة وبأنه في شمس عم تشرق وتغرب ولو ما شافها، بضل شعور ساحر وحلو. صحيح منحرم بالسجن المؤبد من أشياء كثيرة، بس كله بيهون قدام الإبقاء على حياته. حياتي يا أستاذ حياة مو مسخرة، يعني قد ما كان بيضل عند الإنسان عقل عم يفكر وخيال عم يسرح وشعور عم يتأجج وانفعالات وآمال واسترجاع ذكريات واستعراض طموحات محاسبة ذات. انت قول بجوز الإنسان يتأمل بشي عفو مثلا، او مثلا تتغير الظروف يخففوا له الحكم يعيدوا له محاكمته. لك شو هالعلاج المصدي هاد؟ انا عم ناقش الفكرة بالمطلق، ليش عم تسطحوا النقاش وتتوقفوا عند التفاصيل؟ ما عم نسطح نقاش، بس مع احترامي لرأيك يعني بتضل الروح عزيزة والحياة غالية يا أخي. لا يا سيدي كلامك مو صحيح، والدليل على صدق كلامي أنه معظم سجون العالم بياخدوا احتياطات شديدة مع الناس المحكومين بالسجن المؤبد حتى ما ينتحروا. وأنا واثق تماما أنه أي واحد محكوم بالسجن المؤبد ما بيتوانى أطلاقاً أنه يوضع حد لحياته بالانتحار عند أول فرصة بتصحله. لك يا أستاذ أسعد، يا أستاذ أسعد افهمني مشان الله، أنا دارس علم نفس جنائي وعلم النفس الجنائي هلأ من شان الله تركني من علمك النفس الجنائي وترك لي حكي الكتب على الرف وجاوبني على سؤالي. اتفضل. هلأ أنت لا سمح الله ارتكبت جريمة كبيرة وخيروك أنه يحكموك بالإعدام أو السجن المؤبد، شو بتختار؟ هلا انت ليش عم تسأل أسئلة صعبة يا أستاذ أسعد؟ نحن أولا وآخرا بترجاك لا تتدخل يا رياض وخليه يجاوبني على سؤالي. اتفضل، شو بتختار بقى يا جهبز؟ شو بدي اختار يعني؟ المؤبد طبعا، ما أحلاني وعم قلن تعالوا اعدموني ليكوا على الحكي الفاضي ليكوا. حاجة بقى انت عم تحكي الحكي لأنك ما جربت السجن. ليش ضروري يا أسعد؟ سمعنا طالب، وأنا واثق من ثالث أو رابع سنة
رح تصرخ وتقول دخيلكن يا ناس تعوا اقتلوني وخلصوني من هالعيشة. وشو يلي مخليك واثق بهالشكل هاد؟ لأنه الشغلة بالعقل مو بالحماس الفاضي. شوف يا أستاذ أسعد، كونك ملياردير ومعك مصاري كتير لا يعني أبداً أنك ملكت المعرفة بالنفس البشرية وبتفهم بكل شيء. يعني أنت اللي بتفهم؟ لا أنا ما عم بتعي فهم، بس أنا دارس القانون وعلم النفس الجنائي وعقلي. ولك يا يحيى صحيح أنا ماني دارس ومثقف، بس بالرغم من جهلي قدرت أجمع الملايين. أما أنت يا حسرة مثقف وفهمان، وبالرغم من هالشي عايش أندبوري وبتبكي على الفرنك. ولا تنسى أنه الناس بتصدق الغني وبتعتبره فهمان، وبتكذب الفقير وبتعتبره حمار. أسعد أرجوك لا تغمق بالكلام وخلي حوارك حضاري مثل ما بعرفك، ما في ضرورة للشطط. يا جماعة طولوا بالكم، ليش محتدين على بعضكم كل الآن؟ خلونا سهرانين ورايقين، ليش هيك عم توتروا الأجواء بلا مبرر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كنا بشي وصرنا بشي، أنا آسف. ولا يهمك أستاذ أسعد، آسف على شو ما صار شي. المهم خلينا بموضوعنا. أنت قلت يا أستاذ أسعد أني ما بقدر أتحمل 3-4 سنين سجن وبعدين بصير بتمنى الموت، مو هيك؟ طبعاً. طيب شو رأيك إذا قلت لك أني مستعد أقعد بالسجن 15 سنة وما فكر فيها بالموت لحظة واحدة؟ هلأ رح نرجع نفس الموضوع. خلاص يحيى، ليه بصفحة وخلصنا بقى؟ لحظة يا جماعة، أنت من كل عقلك بتقدر تنسجن 15 سنة بدون ما تطلب الموت؟ ليش لا؟ طالما عندي عقل وإرادة. أنت هيك عم تقول؟ نعم، وبتحداك. بتم المليان على رؤوس الأشهاد. ماشي حال، بتراهن؟ وعلى شو بده يراهن؟ أنا مستعد راهنك يا يحيى على 250 مليون ليرة سوري. نعم 250 مليون؟ ما فهمت عليك، مقابل شو عم تراهني أنت؟ مقابل أنه تسجن حالك 15 سنة متواصلة. يسجن حاله؟ شو بدك اياه يرتكب جناية يعني؟ لا مو هذا القصد. شو قصدك لك؟ أنا بسجنه عندي. بقى شو قلت يا يحيى؟ عفوا أسعد، أنت عم تحكي جد ولا عم تتبهور بهورة؟ لا أبدا، أنا عم بحكي جد وكلامي مثل السيف. يعني أنت هلا عم تعرض علي عرض وأنا ناطر جوابك. لك شو صلكن يا جماعة؟ شو السهرة المكركبة هاي؟ يا أخي ساولنا شاي، خلينا نشرب شاي، نعب شدة. أسعد نعم أنا موافق. هلا بلغ راسه يا شباب مشان الله. مو حلو هيك مزح أستاذ أسعد. معلش يا شباب، أنا قبلت الرهن وبكرة بتشوفوا شلون بدي دفعوا 250 مليون وهو عم يضحك ويلعب. ما في مانع وأنا عند كلمتي، بس أنا كمان إلي شرط. شو هو بقى؟ أنا راح أحبسك عندي هون بالأبو وحط حارس على بابك، وخلال هالخمستعشر سنة ممنوع حدا يشوفك أو أنت تشوف حدا، وبالمقابل أنت حر. شلون يعني أنا حر؟ ما فهمت عليك. يعني أنت ما بتطلب من الحارس يفتح لك باب السجن لحتى تطلع منه راح يفتح لك يا بدون تردد، بس بهالصورة يعتبر الشرط لاغي حتى لو طلعت قبل انتهاء المدة بربع ساعة. ما في مانع، بس أنا إلي شرط كمان. شو هو؟ بدي اياك تأمن لي كل طلباتي لجوا. طلبات شو؟ لازم نحدد هالشي بدقة. ولا تنسى انك بدك تفوت على سجن مو على فندق 5 نجوم. انا ما بدي منك الا شوية كتب حتى اتسلى فيه. تكرم عينك. شاهدين يا جماعة، بس انا بفضل نكتب وراء بهالشي هاد. اعمل يلي بتلاقيه مناسب، انا موافق. يا جماعة وفونا هالمسألة، شو جايين نسهر ولا نتحدى بعض؟ شو هالليلة المكركبة هاي يحيى؟ خلصونا من المهزلة بقى. لا 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 لا، أنا حكيت كلمة ومستحيل أرجع عنها. بعدين الصفقة محرزة، 250 مليون ليرة ب15 سنة، إيه ما صحت لجدي. وأنا كمان عند كلمتي. وها هاي الشيك ب 250 مليون ليرة سوري. هذا الشيك بيضل مع واحد منكم، وإذا استمر بسجنه 15 سنة تعطوه إياه،
بس إذا بيطلع قبل ساعة من انتهاء المدة ما إله عندي شيء إطلاقاً. لك ليش عم تزوروني؟ لا تنسوا إنه أنا عم راهن على ساروتي. صحيح أنت عم تراهن على ساروتك، بس أنا عم راهن على حياتي كلها. لك ليش هيك عم بتساوي يا يحيى؟ لك أنت جنيت؟ لك مشان الله فهموني، حدا بيروح على الحبس على رجليه؟ بوس إيدك، حاكيني فهمني، أنت شو عم تعمل بحالك؟ معلش يا رحاب، المغامرة بتستاهل. بعدين اعتبريني راح اتغرب شي 15 سنة، يا قسما بالله لو سافرت على المريخ مستحيل اقدر طالع هيك مبلغ. بعدين بيني وبينك ال 250 مليون من ايد ابو اسعد اي بيساوى عندي 100 مليار. بدي ورجي له المغرور كيف رح شلحه نص ساروته بقوة ارادتي. بس يا يحيى يا قلبي انت مانك مضطر، احنا عايشين بنعمة والحمد لله، مو ناقصنا شي. ناقصنا شي؟ مستورين والحمد لله. بترجاك يا رحاب لا بقى تناقشيني، خلاص اختي قلت لك اعتبريني راح اتغرب 15 سنه، خلصت يا اختي. بس اللي بيتغرب يا اخي بيبعت مكتوب، بيحكي تليفون، بيبعت شريط فيديو، لك بيجي زيارات، مو بينقطع 15 سنه اتعبت. مشان الله اختي لا تزعلي، والله ما بيهون علي بزعلك. هو بجوز كون عم اظلمك معي لانك راح تكوني لحالك بغيابي، وانت الوحيده اللي راح تدفعي ثمن هالفكره الشيطانيه. بس صدقيني يا اختي رح عوضك، والله العظيم رح عوضك عن كل يوم، عن كل ساعة، عن كل دقيقة قضيتيها وانت عم تنتظريني. بس الشغلة بدها شوية إرادة وصبر، وأجار الدكان اللي عندك ممكن يعيشك عربين ما أرجع لك وعمر لك أحلى قصر بأحلى مكان. لا تبكي يا أختي لا تبكي، صدقيني ما عندي أغلى منك بهالحياة. بس أختي هيك الله كتب ورح أرجع لك سالم غانم بإذن الله. ولا يهمك اللي بيروح ما بيتعود يا يحيى. على كل حال أنا إلي رب ما بينسى. إنه أنا اللي بدي أفهمه شغلة واحدة بس، أنت شو جايك من ورا كل هالقصة؟ بدي كسر راسه ليحيى، لأنه رافع مناخيره زيادة عن اللزوم ومفتكر إنه هو أفهم واحد بالدنيا. لك منشان تكسر له راسه بتخسر حالك 250 مليون؟ هسعد شو صار لك؟ جنيت انت يعني جنيت؟ لك صدقني يا ناريمان انا ما رح غامر بشي. يعني فكرك يحيى رح يصبر على سجن اختياري 15 سنين؟ والله ما بعرف، بجوز يصبر. مستحيل، شو عم تحكي انت؟ هذا اسمه سجن، انت مستقلة كلمة سجن؟ يعني ممكن يصبر شي شهر زمان وبالكتير سنة وبكرة بتشوفي. ايه بس انا اللي بعرفه عن يحيى انه كتير عنيد وراسه يابس، يعني اذا حط شغله براسه بده ينفذها مهما كلف الامر حتى لو كان على قطع رقبته. قد ما كان عنيد الشرط يلي حاطط له اياه خارج عن قدره البشر، ويحيى بشر، يعني الا ما يمرق بلحظه ضعف ويحمل حاله ويطلع من سجنه. والصعب بالموضوع انه رح ينسجن بارادته ورح يحصل على حريته بارادته. يعني تخيلي انسان قاعد بسجن بابه شبه مفتوح وبينه وبين الحرية 10 خطوات وما عم يقدر يتخذ قرار ويجتاز ال10 خطوات، بقى شلون بدها تكون حالته؟ معناها أكيد بده يجن. محتمل، بس بيكون جنى على حاله، لأني أنا ما ضربته على إيده وقلت له تعال سجن بالقوة. ما بعرف شو بدي أقولك يا أسعد، يا خوفي يتحيوان ويتنح ويقعد المدة كلها وبالأخير يلطش منك ال 250 مليون وأنت عم تضحك وتلعب. ساعتها مو هو اللي بده يجن، نحن اللي بدنا نجن. لا حبيبتي اطمني، جوزك بجنن بلد. يلي عم بصير مهزلة حقيقية يا طالب، يعني معقول نضل نتفرج عليهم وما نعمل شيء؟ ما عاد يطلع بإيدنا نعمل شيء يا رياض. أنا اليوم حكيت مع أسعد ومع يحيى كمان، اثنين مصرين على تنفيذ الرهان. اي بس هذا اسمه جنان رسمي. ما اختلفنا يا أخي، جنان جنان، بس شو بنعمل؟ نمنعهم بالقوة يعني؟ لا طبعاً، بس إلا ما يكون في حل. على كل حال أنا مالي متوقع الشغلة تمط كتير. بكرة يحيى بيقعد له كم يوم لحاله بيالأبو وبيحمل حاله وبيطلع، لأنه مستحيل يتحمل أكثر من هيك. هيك قلتك؟ طبعا، ما بدها اثنين يحكوا فيها، الحرية غالية وما بتتقدر بثمن يا رياض.
ايه اخي يحيى، هاي السجن تبعك، شو رايك فيه؟ 5 نجوم ما هيك؟ 5 ولا 10 بضل سجن. طيب شوف يا يحيى، هاي آلة الأورج وآلة العود تركت لك ياهن لأنه بعرفك بتحب الموسيقى، وهي المكتبة كلها تحت أمرك، وإذا احتجت لكتب إضافية ممكن تكتب لي أسماءها أو تبعت لي إياها مع الحارس. ومين راح تحط حارس؟ في عندي شاب اسمه وضاح، هو راح يكون صلة الوصل خلال هال15 سنة بيني وبين يحيى. ايه استاذ يحيى، بتحب نبلش نعير الوقت من هلا؟ ليش لا؟ مثل ما بتريد. طيب هلا الساعة 12 الظهر تماما، يعني الساعة 12 الظهر بعد 15 سنة بتنتهي مدة الرهان، يعني يوم 9 ايلول عام 2001 الساعة 12 الظهر ان شاء الله بنلتقي. وهو كذلك. بستأذن انا، وإن شاء الله بشوفك بعد 15 سنة يا يحيى. وانتوا شباب معكم 5 دقايق بس لحتى تودوا. يحيى اسمع مني، خلينا نطلع سوا بترجاك. إذا بتريد رياض الموضوع انحسم، وإن شاء الله بشوف وشكم بعد 15 سنة. رح نشتغل كتير يا رياض. موفق ان شاء الله. ما كنت متصور انه نفترق هيك بهالسهوله هي. معلش هيك نصيبنا. يلا يا جماعه هلا اذا خلصت 5 دقائق وما طلعتوا وبتعطوا حجه للسيد اسعد يلغي الرهن. يلا تفضل. يلا يلا السلام عليكم. فاتحت. يلا بنستأذن استاذ اسعد. خلونا نتغدى سوا. معلش غير مره ان شاء الله. دير بالك، ما بدك توصاي على سجينك. خلص اعتبروه قاعد بحضن امه وابوه. يلا السلام عليكم. يلا سلامات. مع السلامه يا شباب. مع السلامه. البرنامج اليومي للاسبوع الاول، الاستيقاظ في 10، تمارين رياضية ساعة كاملة، استرخاء واستماع للموسيقى مع تناول الإفطار حتى 1:00، من 1:00 وحتى 2:00 حلاقة ذقن. حلاقة ذقن أريد 1:00 لحلاقة دقني، لازم أستهلك الوقت أكثر من هيك. من 1:00 وحتى 2:30 حلاقة ذقن. من 3:00 وحتى 5:30 تناول الغداء مع قيلولة. من 6:00 حتى 8:00 عزف. من 8:00 وحتى 11:00 ليلا مطالعة. موعد النوم 11:30. هيك معقول كتير. تفضل. إذا سمحت اعتبارا من بكرة بدي الفطور 11:30 والغدا 3:00 والعشاء 8:30.
شو بقى؟ ليش ما عم تحكي؟ أبدا هلو وان ها؟ أيوة أبا بابا بابا لا سلامتك الله معك. العمى العمى شو لقيمة الزلمة؟ حاطط لي حارس أخرس حتى ما أحكي معه؟ بس مو مشكلة مستعد أحكي مع حالي 15 سنة. وين صرنا بالبرنامج اليومي يا ترى؟ خليني هلأ أكتب برنامج المطالعة للسنة الأولى. الشهر الأول قراءة روايات دوستويفسكي. الشهر الثاني تشيكوف. الشهر الثالث جنكيز إيتمتوف. ولا خليني خصص 6 شهور الأدب الروسي كله بدون تحديد. بيستاهل الأدب الروسي 6 شهور، وال6 شهور التانيات بقرا فيهم مختارات من الأدب العالمي، وهي رح أكتب قائمة بأسماء الروايات المطلوبة. قال لك شيء؟ لا، بس حدد مواعيد الوجبات الثلاثة. أوعاك أوعاك تغلط وتحكي قدامه كلمة وحدة. بدي إياه ضل مفكرك أخرس، مفهوم؟ مفهوم. يعني ما بدي تحكي وتاخذ وتعطي معه حتى يمل ويطلع بسرعة. طيب وإذا إجا يطلع أمنعه؟ أوعى. بالعكس، بتفتح له الباب وبتجي بتبلغني فورا. ماشي، يلا روح على شغلك. حاضر. شو الأخبار؟ ما في شيء، بس الأخ طالب إنه ياخذوا له الوجبات الثلاثة بأوقات محددة، يعني كأنه قاعد بأوتيل 5 نجوم. بيطلع له، مو أنت وعدته تنفذ له كل طلباته؟ إيه، خليه يتفقس على كيفه وخاطره، وبدي أشوف آخرته معه. فين صوتك الحلو الرنان يخفف الأشجان عني؟ انت سمير بين الخلان يرتاح مع بالي وغني. يسلم وديات. تفضل. شكرا. لك شوفوا شو طالب أخونا بالله، قال بده 40 رواية دفعة واحدة. لك إيمتى بده يقراهم ها؟ معناته هذا الزلمة محضر حاله لإقامة طويلة. أعطيني بلا لأشوفها. كل روايات روسية. هي شو يعني؟ شو يعني؟ هذا مبلش بالأدب العالمي من الشمال للجنوب. شو يعني؟ معناته لا يوصل للأدب الأمريكي بده 5 سنين بكل رياح. لا ما بظن يا سيدي، بعد 10 رواية بدها تضيق اخلاقه ويمل. لك شو فاتح له مركز ثقافي انا؟ شح، لسه الساعة 5، يعني ما قعدت بالحمام غير 2:30، قليل هيك، لازم الحمام يستغرق معي 4 ساعات على الاقل. طيب. اذا قلنا 3 حمامات بالأسبوع ضرب 4 بيطلع 12 ساعة بالشهر 48 ساعة، يعني من كل شهر بيروح 2 بالحمام، معناها من كل سنة بيروح 24 يوم، من 15 سنة بيروح سنة كاملة. ممتاز كتير، معناها أنا ممكن أقضي سنة كاملة من محكوميتي بالحمام. ادخل فوت وضح. ايوه هدول الروايات اللي طلبتهم. ايش مظبوط، هي اعمال تشيكوف، وهذا دوستويفسكي.
مظبوط، هذا مكسيم غوركي. مظبوط، هدول روايات تولستوي، هاي قصص إتماتوف. مظبوطين، حطهم مع جنب. أبا هدي بابا؟ لا لا لا، ما بدي شي، سلامتك. أبا يسلموا إيديك. ست شهور ما بعرف بهالحالة يا ترى خسرت شهرين. شغلة بتحير فعلا، ما بعرف. بغني بصوت عالي؟ ما بعرف يا بيك، حاسس وضعه مو طبيعي، هي أول مرة بيعلي فيها صوته. معناتها قربت. تعال أقول لك، تعال. الله وكيلكم يا جماعة، هلكني بطلباته. إيه ما ترك رواية بالأدب العربي ولا العالمي إلا وطلبها، وفي كتب مو متوفرة هون، عم بضطر جيب له إياها من بيروت. بس هذا يا أستاذ أسعد أحد شروط الرهان. هلأ معقولة لحق يقرأ كل هالكتب بهالسنتين زمان؟ وليش حتى ما يلحق؟ قاعد لا شغلة ولا عملة. هلأ صار له سنتين، معقول؟ حبيبي صار له سنتين وشهرين. يا لطيف على الأيام كيف مضيت بسرعة، يعني غمض عين فتح عين بتلاقي مضوا 15 سنة. لك الله لا يقدر، شو عم تحكوا انتو؟ شو ناويين تخسروني ساروتي؟ الحق عليك، مو انت اللي غامرت بهيك مبلغ؟ على كل حال لسه بكير على الحكي، لسه قدامنا 12 سنة وعشر شهور، هدول عمر مو ضحكة ولعبة. يا حبيبي على هالتفقيس، بالفعل هالزلمة فايق ورايق. شو عم يطلب منك كمان؟ بده كتب لتعلم اللغة الفرنسية والألمانية مع كاس هتات. وليش بقى فرنسية وألمانية؟ لأنه بيعرف إنجليزي، على ما يبدو بده يتعلم لغات تانية بين القعدة الفاضية عنده. والله برافو عليه، برافو عليه، شو فاتح له معهد لغات أنا؟ بسيطة. خذ، شوف لي هالكتب منين بدي أمنها، خذ. ولا يهمك.
أنا بدبر له ياهم ولا يهمك. Il y a dix voitures. La première leçon. Gilles Romba. Quasiment. Très bien logé. En haut, une domestique. Khadime. Vue de près. Manzouj. Vue de loin. Ambiante. Attrayant. Jazab. À demain. وشك ولا ضو القمر. كيفك نعمان خانم؟ الحمد لله ماشي الحال، تفضلي ارتاحي. قولي لي كيف اجينا على بالك؟ والله انتو على البال دايما يا نعمان خانم، بس الحقيقه يعني انا قصدتك بخدمه وبتمنى ما تفشليني، يستر على عرضك. والله اذا بقدر اخدمك ما راح اقصر ابدا، تفضلي. بذمتك يا نعمان خانم، هاد اللي عم بيصير مو حرام؟ معك حق، بس يا ريت يطلع بايدي شيء. لا، ومن جهة تانية أخوكي معند و... لك أنا ما بدي شي غير إني شوفه. خليني شوفه مشان الله. والله اشتقت له، صار لي 5 سنين ما شفته. صحيح، بس طيب بجوز من الله هالحكي. 5 سنين ما شوف أخي الوحيد ولو دقيقة واحدة بس، وين صارت هاي؟ يعني لو كان قاتل قتيل أو عامل جريمة كانوا سمحوا لي بزيارته. ليش عم تعملوا معي هيك؟ ليش؟ يا رحاب، انت بتعرفي انه الشرط اللي بين اسعد ويحيى انه ما يشوف حدا كل فتره السجن. شو هالشرط هاد؟ كلام منزل؟ والله فحم قلبي على ما اشوفه. حرام عليكم يا ناس. مشان الله حاكي لي اسعد بيك، بركي بخليني اشوفه ولو دقيقه واحده. خلص تكرم عينك، انا اليوم بفتح الموضوع مع اسعد وان شاء الله بصير خير. طولي بالك انت. اعوذ بالله، شو عم تحكي انت يا نريمان؟ ايه بس ما بيجوز هيك. يعني انت باي حق عم تحرم اخت من شوفت اخوها؟ انا ما دخلني، هو اللي اختار هالشي. صحيح، بس انا مالي متخيله ابدا انه قلبك قاسي لهي الدرجه. هلا انا قلبي قاسي؟ ليش ما بتقولي الاستاذ يحيى هو اللي قلبه قاسي؟ اصلا لو كان في ذره شفقه ورحمه على اخته كان طلع من زمان. لك يخرب بيته شو طلع طماع وبيحب القرش. لك العمى بقلبه هي صار له 5 سنين قاعد ومسترطب، يعني تلت المده، وبدك ياني يبعث له اخته؟ اصلا لو كان مشتاق لاخته كان طلع من زمان. يعني ما في نتيجه؟ لا ما في نتيجه، وبتمنى انه ما عاد تفتحي هالموضوع بنو. خلص اسعد، خلص مثل ما بدك. شو بدك انت الثاني؟ مو انا اللي بدي، الاستاذ. يا حبيبي، كتب لتعلم اللغه الاسبانيه، هذا اللي كان ناقصني. نحن قاعدين عم نتقلى والأخ قاعد عم يتسلى. شو فاتح له مع حد ألسون هون؟ أنا روح شوف شغلك. روح. حاضر. لازم عدل البرنامج اليومي، المفروض صير فيه الساعة 8 مو الساعة 9. حتى الحمام بكفي من الساعة، هالوقت اللي بزيد بستغله بالقراية. لازم هالسنة اتقن اللغة الروسية، لازم. أصبح بصير البرنامج على الشكل الآتي: الاستيقاظ الساعة 8 من 8 إلى 8:30، تمارين لياقة. نهايك.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إمتى ما أتيت؟ امبارحة بالليل. طيب وإمتى الدفن؟ بعد الظهر إن شاء الله. المسكينة ماتت قبل ما تشوف أخوها. شو رأيك؟ نخبره ليحيى؟ طبعا لازم نخبره. قلتك بيقبل يطلع مشان يحضر الجنازة ولا لا؟ ايه قوم لك قوم لك. العوض بسلامتكم. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا لازم أقوم بالواجب، ولذلك أنا علي تكاليف العزاء والطلعة والجنازة. ما بكفي هيك أسعد بك؟ شو قصدك؟ ولو كلك نظر، يعني معقولة يحيى ما يحضر جنازة أخته؟ ويحضر مين ماسكه؟ يعني بتسمح له يطلع يحضر جنازة أخته ويرجع؟ لوين بده يرجع؟ متى ما طلع خطوة وحدة برات الأبو بيخسر الشرط. بس هذا مو عادل يا أستاذ أسعد. ليش مو عادل بقى؟ مكتوب بشروط العقد إنه بحق له يطلع لما بيموت حدا من قرايبينه؟ لا مو مكتوب. إيه خلاص خلينا متقيدين ببنود الاتفاق بيكون أفضل. بس يا أسعد بيك المسألة إنسانية. شو قصدك يعني؟ أنا ما عندي إنسانية؟ لا مو هيك القصد بس. حبيبي نحن ما عم نلعب، هذا سجن ويحيى سجين. هلأ واحد محكوم وعم يقضي محكوميته، بيخلوه يطلع من السجن إذا مات حدا من قرايبينه ليحضر العزاء؟ لا طبعا ما بيخلوه. خلص هاي مثل هاي. بعدين إذا بتريدوا، الوضع صار حساس وصعب كتير. هلأ بالحساب إله عندي 8 سنين ما قال أخ. إذا بدي أعطيه يومين لحتى يطلع ويتنفس فيهم، بده يرجع يكفي 7 سنين على رجل وحدة، والشغلة فيها 250 مليون ليرة، يعني ثروتي كلها. فإذا بتريدوا لا تحرجوني. ماشي الحال مثل ما بدك. شو رأيكم خبره ولا لا؟ أنا رأيي ما نخبره بدون ما نزيد على قلبه، وبلا ما يزعل ويمئته وجوه. وبركي عاتبنا وقطلع. سيدي لوقت فرج ورحمة. هلأ خلونا نقوم ونشوف ترتيبات الجنازة والعزاء. تفضلوا. لحظة عن إذنكم دقيقة واحدة بس. تفضل. يا وضاح وضاح، امسك ورقة هالنعوة وعطيها ليحيى. ليش مين مات؟ لك شو بدك فيها الشغلة؟ عطيها وارجع لعندي. حاضر. يلا تيخة، هدوء، مياخشي بخفة، ديفوشكا ديفوشكا فتاة. فوت وضاح. سباسيبا شكرا. ستراتسي ديبرا أوترو ستراتسي ديبرا أوترو. أهلين وضاح، جيت وقتك. قل له لأسعد بيك بدي 40 جزء من كتاب قصة الحضارة، بس بدي اياهم بالإنجليزي، هو بعت اياهم بالعربي ما بيشتغلوا معي. أدبا مع مين عم بحكي أنا التاني؟ سيف. قصة الحضارة ويل ديورانت بالإنجليزي. أبا أدبا ماشي الحال، يعطيك العافية. شبك أسعد؟
ليش هيك قاعد لحالك؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ صار لك أكثر من ساعتين على هالحالة. شو بدك يعني يا عمي؟ قوم ارقص يعني من شان الله تركيني بهمي. قلت لك من الأول بس أنت ما كنت تسمع كلامي. لك العم على هالحالة مو بقيان إلا أسبوع وبدي أدفع للزلمة 250 مليون ليرة، بتعرفي شو يعني؟ شو يعني؟ يعني رح نصفي على الحديدة وأنا ما بقيان من أملاكي إلا 200 مليون ليرة، يعني بهالحالة بدنا نضطر نبيع الفيلا. شو هالحكي هاد؟ ليش وين راحوا مصاريك؟ شو نسياني إني خسرت 50 مليون بصفة السكر ورجعت خسرت 20 مليون بصفة السيارات؟ هذا غير الملايين اللي راحت وقت حرب الخليج. لك العمى، العمى بقلبه شو عنيد. صدقيني كل شي توقعته إلا أنه يصبر 15 سنة على السجن. رح جمي أنا ريحة، رح جم. الأستاذ يحيى رح يشلحنا كل مصرياتنا وكل أملاكنا. يعني بعد أسبوع هو رح يصير مليونير ونحن رح نصفي على البلاطة. خرجك الله لا يقيمك، هذا كله من عنادك وطيشك وغبائك. انت عم تحكي معي هيك؟ لك غبي بستين غبي، حاجة مسخرة بقى يا، لا انت بدي ضل عم بصبر عليك، انا رح تفقع مرارتي وصار لازم احكي، بس مو الحق عليك، الحق علي انا اللي طالعتك وخليتك تراهن بهيك مبلغ، بس شو الفائدة هلا؟ شو الفائدة؟ الغرور عم قلبك وهي النتيجة، ضيعتنا وغرقتنا وصفيتنا ما انسحب الأراضي. بدل ما توقفي جنبي وتآزريني عم تحكي معي هالحكي؟ لا صحيح، معك حق، كثير ما بقلك مين يوقف جنبك. أنا أصلاً ما عاد أقعد لك بهذا البيت ولا لحظة، خليني أطلع هلا بكرامتي، أحسن ما نزلت بكره بالشوارع، عن إذنك. إيه طالي، قديه صارت معك الساعة؟ 10:30. معناتها بقيان للموعد ساعة ونص، بتعرف لك طالي، مالي مصدق أنت شوف يحيى. وأنا كمان. صدقني مبارحة ما نمت الليل وانا عم فكر بهاللحظة. فظاعة، هالخمستعشر سنة مروا مثل المنام. علينا مروا مثل المنام، بس المسكين يحيى بيكون شاف الويل بهالخمستعشر سنة. ايه سيدي، كمان الميتين وخمسين مليون بيستاهلوا هيك تضحية، يعني دخلك شو جانا احنا بهالخمستعشر سنة؟ قلتك لسانا مثل ما نحنا، لا رحنا ولا انطرحنا. يلا يلا خلينا نمشي. شو اسعار؟ كأنه مالك حاسب حساب هيك يوم. امشوا ننزل الهني يحيى بيفوزوا بهالريال. لسه بقيان ربع ساعة. لسه ما صارت 19.
يعني اللي قعد 15 سنة رح تفرق معه ربع ساعة؟ العمى بقلبه ما عنده. لك سطوري صرت اترك الباب مفتوح بركي بيغري وبيطلع. بس عبس ما في نتيجة، قاعد ومتنح. لك يا جماعة حتى وضاح ما عاد لطرق، صار يتركه لحتى يمشي وهو ثابت على موقفه. يخرب بيته، يخرب بيته للزلمة، يخرب بيتي، يخرب بيتي. ايه تفضل استاذ اسعد، خلينا نفك اسره ونهنيه بالسلامة. لسه باقي 10 دقائق. يا سيدي منتظرها تحت، قوم لقلك، قوم. الباب مفتوح. الباب مفتوح يا جماعة. الباب مفتوح. يحيى! 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 يحيى طلع عمي البنت. يحيى! 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 البنت بربع ساعة. أنا رحت لها. وضح وضح. نعم نعم يا بيك. وين يحيى؟ ما بعرف، أنا رحت أكل وإشي ما لقيته. معناته أنا كسبت الرهان، ما في كلام. صديقي المليونير أسعد، لم يكن هدفي عندما استضفتني في سجنك إلا النيل منك ومن ثروتك والحصول على هذا المبلغ الضخم الذي اتفقنا أن تدفعه لي عند انقضاء 15 عاما، وصبرت في سبيل تحقيق ذلك أعواما طوالا، ولكنني وقبل انقضاء الوقت كله بنصف ساعة قررت الانعتاق من سجني والانطلاق إلى الحياة، فقيرا معدما لا أملك من حطام الدنيا قشة واحدة ولا نصير لي فيها ولا معين. إلا أنني خلال سجني لم أجد مؤنسا لي إلا الكتاب، فأقبلت ألتهم الكتب التهاما وكأنها غذائي وكسائي، طعامي وشرابي. حلقت في قراءاتي في غياهب الكون وفي مجاهل الطبيعة وفي مختلف الأمصار والأصقاع. قرأت التاريخ والجغرافيا والفلسفة والطب والعلوم الإنسانية. تبحرت في التاريخ قديمه وحديثه، وعجبت من مصائر الدول ومن سطوة الحكام، وأكبرت بطولة الشعوب. استغرقتني كتب الجغرافيا، فإذا بي أطوف حول العالم وأصعد الجبال وأهبط الوديان وأتأمل صنع الله وأنا قابع في مكاني. تعلمت 7 لغات أجنبية حية، وقرأت بواسطتها معظم التآليف الأجنبية، واطلعت على الآداب الإنسانية والعلوم الكونية والروايات الأدبية والفنون العالمية. تعرفت على إبداعات العقل البشري، أحببت، كرهت، سافرت، حلمت، عشت الحياة بكل تفاصيلها، وما شعرت يوما أنني مسجون أسير، بل حر طليق، أتجول كيف أشاء وأطير في أي سماء. قرأت معظم ما أنتجه العقل البشري، قرأت تاريخ الأديان وعرفت الإله، توحدت معه وسبحت بحمده، وصرت قريبا منه أكثر. أنا لم أخسر، أنا الرابح بكل تأكيد. لم تعد تهمني ثروتك، وزاد احتقاري للمال إذ هو الغاية. إنني أرثي لك أيها العابد مالا، وأشكرك لأنك كنت سبب في حصولي على كنوز المعرفة. وداعا، وليهنأ كل بفوزه. يا صائب بيك الله يرضى عليك، افهم علي الكلام، افهم المرامي البعيدة. صحيح أنا بدي ضمن مشمش الغوطة لشكري بيك بسعر رخيص،
بس بالمقابل انا رح اخذ نسبه من ارباح الامر الدين ونقوح بمقدار 40%. بقى الله يرضى عليك، وافق على الفكره وامضي معهم العقد ولا تعمل لي مشاكل. نعم؟ لك يا اخي علي صوتك. ايوه فهمت عليك، وطي صوتك. صدقني يا صائب بيك، نحن الكسبانين ولو دفعنا حق الخيط غالي، لانه الخيط يلي جايينا، فهم علي، جايينا خيط مزوي ومفتول ما بده معالجه. بقى بلغ كل الاعضاء بموافقتي وقول لهم مسعود بيك هيك امر، وما بدي اي اجتهادات خنفشاريه من اي كان، وجهزوا لي العقد مع اسبانيا حتى وقع لكم اياه المساء. نعم ماشي الحال، غيره في شيء؟ اوكي اصبح يعطيك العافيه. انصاف يا انصاف. امر ابن عمي. ما يأمر عليك يا ظالم، مين في عندك يا ترى؟ هذا الجراتي مرام وفريال جايين يتعرفوا علي ويباركوا لي من جوازتي منك. ومطولين ليروحوا؟ حاكم انا قلبي عم يعمل حب على ما اقعد انا وياكي. ليش كل هالقد اخذ عقلك؟ واكثر، لانه بصراحه يا انصاف القعده معك والركون الى عينيك الجميلتين بخليني طير طيران واسبح بعالم الفتنه والجمال. لك ريتك تقبري عظام يا قبر يا انصاف. لا تحكي هيك مسعود، تعرفني بخجل. ولك يا انصاف، اذا ما حليت ريقي وطريت لساني وانا بشهر العسل، ايمتى بدي احلي لك؟ ها على كل حال حبيبي، ما بتصور يطولوا عندي. ليش انت مالك رايحه الجمعيه؟ مو ضروري، قضيت شغلي على التليفون. اصبح رح اوصلك على القهوه، تشرب قهوه؟ لا ما بدي قهوه، يا ريت تقليله لصبحيه تعمل لي شاي بالقرفه احسن. من عيوني. يسلموا لي عيونك. تؤمر امر. الله يخليك. عن اذنك حبيبي. تفضلي حياتي. لا تواخذوني يا جماعة، تأخرت عليكم. لا ولا يهمك، عم نتسلى بالصور. ايه وان شاء الله عجبوكم. بيطيروا العقل، وخصوصي صور فرنسا اللي اخذت يوم الكوتيزور والشانزليزي، شفتي ما احلاهم؟ طيب بدي اسألك انصاف، ولا تواخذيني اذا كان سؤالي محرج اليك. ولا يهمك حبيبتي، اسألي على كيفك. قديش حاطت لك مسعود بيك متأخر مهرك؟ 800 ذهبة. ويا ترى كاتب لك من املاك وشي باسمك؟ ايه طبعا، كاتب لي بيتين باسمي، واحد بالقنوات والثاني بسوق ساروجا. بس بيتين؟ ايه والله قليل، يعني بلا منقود مسعود بيك عنده املاك ما بتاكلها النيران ولا بتقرمطها الفيران. صحيح، ولهالسبب مطوب لي ارض بالغزلانيه ومزرعه بجسري. الله يجعل يومي قبل يومه يا حق، الزلمه مسدتني ومخنمني، ولو طلبت منه لبن العصفور بيخلق لي يا خلقه، شو بدي احسن من هيك؟ يا مين تراها عم يقول لي ميلي علي ميلي، ريتك تسلميلي. ايه طيب، بدي افهمه شغله واحده بس. شو هي هالشغله بقى؟ ايه يعني ليش كل هالطاير عقله فيكي؟ ايه طيب، اذا من ناحيه الجمال صحيح انت حلوه، ايه بس في احلى منك بكتير. مزبوط، بس هيك حظي وهيك نصيبي. طيب هو شو حابب فيكي بالضبط؟ اسمعوا هالحكي، ايش شايفتيني قدامك قطعه ولا عرجه؟ لا سلامتك، مو هاد قصدي، بس لانه عمري مثل عمرك ما عم اقدر اعرف شغله وحده بس. ليش الخطابين ما عم يقربوا علي؟ لا وما عم اسمع الا هالدرويشه اخذت المليونير، وهالفقيره اخذت الملياردير، وانا قاعده عم بتطلع بعيوني وعم بتحسر بقلبي. نصيب يا فريال، كله بيرجع للنصيب. ما بتآمني انت بالنصيب؟ بآمن، بس وينه؟ ايه طولي بالك، الا ما يجي. والنصيب دائما بيطبع الانسان على غفله هيك بدون موعد وبدون مقدمات. ايه الله يسمع من تمك ويبعث لي مثل ما بعث لك. ايه بس ما قلتي لي مسعود بيك شو بيحب؟ يعني واحد بعمره بمركزه كرئيس لجمعيه التجار والملاكين، يعني بيكون ذوقه صعب ولا شلون؟ يقبر قلبي، لا صعب ولا شيء. مسعود روح قلبه الشكل الحسن والكلمه الرقيقه والصوت الحلو. يعني بيحب يسمع مطربين؟ تمام، بس قبل كل شيء بيحب يسمع صوتي، ودائما بينادي لي يا شحرورتي. ليش انت صوتك حلو؟
ما بعرف إذا حلو ولا بشع، بس على قلبه أحلى من العسل، ويمكن أحلى من صوت أم كلثوم كمان. وشلون تعرفتي عليه؟ مثل ما قلت لك، مسعود عنده ضيعة بالغزلانية، وأبي كان يخدم عنده مرابع بستان، ومدري شلون مرة من المرات سمعني وأنا عم غني، وبدون ما أنتبه قام طلب من أبي إني أقعد قدامه وغني، وبالفعل هذا يلي صار، وبمجرد ما شافني وسمع صوتي وقعت بقلبه، وهيك صار النصيب. وعطى أبوك مصاري؟ إيه طبعاً، وليش لحتى ما يعطي؟ بالعكس اشترى له بيت وأرض كمان. وإنتي بتحبيه من قلبك ولا بس لأنه خلصك من الفقر والتعتير؟ إن إجيتي للحق بحبه من جوات قلبي، لأنه شايفني ومو مصدق، والبنت شو بدها أكتر من هيك؟ الله يجعل يومي قبل يومه يا حق. إيه نيالك. إيه عقبالك. قلتي لي صوتك حلو مو هيك؟ هيك بيقولوا. إيه ولي على حظي، إيه عندي صوت بوقع القاء من عجوزي، ورغم هالشي كل ما بغني بيقولوا لي حاجتك بقى يا صرعتي راسنا. طيب ممكن نسمع صوتك؟ إيه ليش لا؟ بس تسمع صوتك أنتي بالأول. لا أنتي. والله والله إذا غنيتي أنتي بالأول حغني أنا بعد منك. ما بقدر يا مرام، صدقيني ما بقدر، صوتي مبحوح. طيب أنا رح أغني، بس بدك تغني بعد مني أنتي. ها ولا يهمك، يلا شجعيني أنتي بالأول. وخاف البعد توحشني، وخاف البعد توحشني، وخاف القرب تتركني قريب مني، تناجيني خطف بعدك يشغلني، هرب مني تناجيني وطف بعدك يشغلني، بعيد عني تناديني ومين يقدر يوصلني، لأنا بصبر على بعدك لحد عليا ما تسلم، ولا بفرح في مربك وخلي الفرحة تتكلم، وقول امتى انا وانت حنتقابل، نتقابل مع الايام، وقول امتى انا وانت حنتقابل، نتقابل مع الايام، مع نوربك وخوفي عليك، دليلي احتار، دليلي احتار وحيرني. قولي شو هاد؟ صوتك حلو كتير. حاجتك بقى، لا تاكلي بعلي حلاوة ولا بصدق حالي بعدين. قسما بالله صوتك حلو وانا ما بطلع نقطة ببحري. ايه حاجتك تواضع ومسكنة انت التانية. يلا سمعينا لشوف لمين بتغني انت؟ انا بحب الاغاني الريفية بحكم تربيتي، ومسعود بحبها مني كتير. الخلاصة سمعينا، نطفتي لي قلبي. على عيني. مدلل والله مدلل، هذا محبوبي مدلل، عاف الليل وسهر الليل، عاف الليل وسهر الليل، بس أنا عيوني تذبل، مدلل مدلل عيوني، شقد مدلل شقد السهرات حلالي، كل ما شوفك قبالي وانا ديك. تفضل. عفوا يا انصاف، بس سمعت صوت جميل غير صوتك. هي صوت جارتنا مرام، تحب تسمع صوتها؟ يا ريت. حاكم انا مثل ما بتعرفي يا انصاف، حجة بالحكم على الأصوات. يلا مرام سمعينا صوتك. إيه بس أنا هلأ ما بدنا مستحف. ماشي الحال، اعتبريني مثل أخوك الصغير. في يوم ما تسعدني في قربك، في
في وما تساعدني في قربك هلاقي كل الناس أحباب وما تساعدني في قربك وما تساعدني في قربك هلاقي كل الناس أحباب. شو هالحكي؟ مسعود بيك مريض؟ اي نعم يا أم ممدوح، صار له 15 يوم ملحوش بالفرشة. لك عن ليش رايح على الاجتماع؟ طبعا بدي روح، يعني إذا كان مسعود بيك مريض بتوقف الدنيا. لا تنسي إنه جمعية التجار والملاكين هي العصب الحساس للسوق. طيب شو صار مع مسعود بيك؟ شو سبب هالمرضى تبعه؟ إيه شو بيعرفني؟ بس هو الله يصلحه راكد ورا بسطه وكيفه، مفكر حاله لساعته شب وعلى سهر وطرب وحفلات. لا والأفندي تجوز وحدة قد بناته. صحيح، وصدقيني هجوازي بدها تجيب آخرته. أي مكمل لبسي وروح لحق الاجتماع. أنا بدك شي؟ سلامتك، الله معك. يا الله، مع السلامة. لا حول ولا قوة. تفضل حبيبي. يسلم هديات حبيبتي. حطيتي عسل للزهورات؟ ايه حبيبي، حطيت لك معلقة عسل كبيرة. لأنه العسل فيه شفاء للناس. معك حق. طمني هلأ شلون صرت؟ ماشي الحال، بس مو كتير. والله يا أنصاف لساتني عم حس بشوية تعب. يعني بشو حاسس هلأ؟ ما بعرف يا أنصاف، حاسس وكأنه في بلاطة محطوطة فوق صدري وطابق صدري تمام من هالبلاطة، وحاسس كمان كأنه سيخ حديد بظهري. كيف ما تحركت عم يوجعني ظهري يا أنصاف. اضرب عليك إن شاء الله، الله يبعث الوجع على جسمي. وحاسس يا أنصاف كأنه في شوكة بحلقي وسكينة بحنجرتي وصخرة على كتافي ومدقة هاون فوق راسي وشاكوشة بإدني ومنجل بعيني. يعني الخلاصة كلي على بعضي ملخبط لخبطة ومخبص تخبيص. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه منين إجتك هالشغلة ما بعرف. لسه من جمعة زمان كنت عم تغني معنا مثل الحصان. أنا حصان أنت التانية؟ شبنا أنصاف؟ نسيتي؟ إلي هلا، ما بدك تروح بكرة تحضر اجتماع الجمعية؟ لا لا، ما رح أقدر. بس أنت رئيس الجمعية، يعني لازم تكون موجود بالاجتماع لحتى تعرف شو عم يحكوا. ما في مشكلة يا أنصاف، طالما أنا مو موجود الاجتماع رح يكون رفع عتاب. يعني مستحيل ياخدوا قرار إذا كنت مالي موجود. لازم يشاوروني. إيه معلوم بدهم يشاوروك، لأنك كبيرهم بالقدر وبالقيمة وبالوجاهة وبكل شيء. الله يخلي لي إياك يا رب. وينك إنصاف؟ قبل ما أنسى، ابعتي حدا لبيت أبو ممدوح نائبي وخليه يقلون إنه أنا مالي جاي على الاجتماع بكرة. خلاص ببعت له خبر. عظيم جداً، لكن الله يرضى عليكي غني لي هيك غنية رهجة لأني بحب اسمع صوتك برتاح علي. لا حبيبي، هالمرة أنت اللي لازم تغني مو أنا. إنصاف أنا بهالحالة شلون؟ إيه طبعاً بتقدر. يلا لنشوف، بدي اسمع. والله ما بعرف. طيب طيب رح حاول. أرى سلمى بلا ذنب جفتني وكانت أمس من بعضي ومني كأني لم أداعبها لعوبا ولم تهفو إلي وتستزيدني كأن الليل لم يرضى ويروي أحاديث عنا وعني. أنا مرضان وعم غني يعني ما صاري. هدوء شوي لو سمحت. بعد إذنكم بدنا نبدأ اجتماع جمعية التجار والملاكي، ورح أترأس أنا الاجتماع اليوم بالنيابة عن مسعود بيك.
مسعود بيك مو جاي على الاجتماع اليوم؟ الحقيقة اعتذر لأنه متوعك صحيا. الله يعافيك. لا 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 والله ما بيسألك. الله يعافيك يا رب. وإن شاء الله حالته أحسن هلا. ماشي الحال. بس مثل ما بتعرفوا مسعود بيك قطع 75 سنة، وأي شغلة صارت تأثر عليه تأثير مباشر. الله يطولنا بعمره يا رب، ولا يديمنا من بعده. بالفعل يا جماعة، أنا ليل نهار عم أدعي لمسعود بيك بطول العمر، لأنه عدم المؤاخذة جمعية التجار والملاكي ما بتسوى شيء من بعده. طبعا نحن كلياتنا ما بنسوى شيء من دونه. شو نسيتوا إنه هالجمعية هي تأسست على إيديه وهو اللي وقف على رجليها وعمل لك أيام بهالبلد؟ بالفعل يا جماعة، أفضال الزلمة على جمعيتنا ما بتنتسى أبدا. بس يعني نحن لازم نفكر بواقعية شوي. شلون يعني؟ يعني محبتنا إله وولائنا ما لازم نسينا مصلحة الجمعية. شو قصدك أبو سعيد؟ عفوا، يعني نحن كمان لازم نفكر بمستقبل الجمعية بعد مسعود بيك. الله يطولنا بعمره. هو صحيح الأعمار بيد الله، بس الموت حق، حق على كل بني آدم. ما راح يخلد بهالدنيا يعني، لأنه ما حدا خلد قبله. والزلمة الله يعطيه طولة العمر، قطع 75 سنة وصحته كل ماله لورا، وجوازته الآخرانية دبحته دبح، والسهر والدخان راح يجيب آخرته. الله يطول بعمره. صلي على النبي أبو سعيد. شو هالحكي يا أنت؟ هيك عم تهاول على الزلمة. معلش أبو ممدوح، أبو سعيد عم يحكي صح، وهذا الموضوع بالذات من زمان كان لازم نتناقش فيه. أنا موضوع أنت الثاني؟ موضوع الشخص اللي ممكن يخلف مسعود بيك بعد عمر طويل. ما بعرف يا جماعة، هذا الموضوع حساس كتير ومو لازم نناقشه إلا إذا كانوا كل أعضاء موافقين على بحث هيك موضوع. يلي موافق يرفع إيده لو سمحتوا. طالما الجميع موافقين ما في مشكلة، خلينا نحط هالموضوع على بساط البحث. في حدا عنده شيء اقتراح معين؟ أهم شيء لازم نفكر بالبديل. يعني عفوا، مثل ما قال أبو سعيد، مسعود بيك صار على حافة قبره، يعني بصراحة يا مصابح يا ماسي. وبيني وبينكم المسكين الله يوجه له الخير، يعني كان يحب الطرب والنسوان والسهر، وهالشي من شأنه يقصر عمره. وحتى ما نتفاجأ بوفاته ونعبط لازم نكون مجهزين كل أمورنا. ما في مانع، بس كيف بدنا نختار البديل؟ طبعا مسعود بيك ما له بديل أبدا، يعني ما في إنسان ممكن يسد الفراغ اللي رح يتركه بعد وفاته لا سمح الله. لكن يا جماعة شو بدنا نعمل؟ هيك حال الدنيا. معك حق أبو خليل، يعني لحتى نكون واقعيين ما في بيناتنا شخص بيملك حكمة وشجاعة وحنكة مسعود بيك. بس شو بدنا نعمل؟ مثل ما بيقولوا، شو جبرك على المر غير الأمر. بقى مين بتقترحوا يقود هالجمعية بعد مسعود بيك الله يرحمه؟ قصدي يعني بعد عمر طويل. قبل ما نقترح حدا لازم نتفق يضل هالموضوع سر بيناتنا منشان ما نأذي مشاعر مسعود بيك. موافقين يا جماعة على السرية مثل ما قال أبو سعيد؟ اجمع. معناتها إذا بتريدوا كل شيء بنحكيه هون ما لازم يطلع لبرا، يعني هون حفرنا وهون طبرنا. وشغلة الجواز والطرب والسهر كل هالشيء شأن خاص فيه ونحن ما لنا علاقة فيه نهائيا. اسم مين بتقترحه هلا ليخلف مسعود بيك؟ أنا بشوف ما في غيرك يا أبو ممدوح، باعتبارك أكبرنا سنا وباعتبارك حاليا نائب رئيس الجمعية. هذا الحكي المزبوط. لا معلش، يا ريت تعذروني، أنا ما بقدر على هيك مسؤولية أبدا. مسعود بيك وين وأنا وين؟ ما اختلفنا يا أبو ممدوح، بس نحن هلا بوضع حرج ولازم نلاقي حل بسرعة. يعني صاير فينا مثل سفينة بنص البحر ولازمها ربان ماهر ليقود هالسفينة لبر الأمان. طيب خلونا نأجل هالموضوع للاجتماع الجاي، ما في داعي نستعجل وناخذ قرار متسرع. موافقين على التأجيل؟ شو حبيبي، شايفتك غيرت أوعي؟ بدك تروح على شي محل؟ ايه والله يا انصاف، بدي اطلع بجنازة ابو سعيد الله يرحمه ترابه. هلا لا تفور لي دمي، انت قدران تطلع بجنازات؟ ما بيصير يا انصاف، ما بيصير، لانه المرحوم كان من اعز اصدقائي، وغير هيك وهيك كان من الاعضاء النشيطين بالجمعية. بقى معقولة ما اطلع بجنازته يا انصاف؟ ما اختلفنا يا حبيبي، بس مالك شايف حالك مو قدران تمشي؟ معلش الله بيدبرني، مو مشكلة. يا معين العاجزين يا رب، خاطرك روحي. الله يكون معك. يا الله يا الله يا معين العاجزين. قبل ما نبدأ الاجتماع
سمعونا الفاتحة على روح أبو سعيد الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله آمين. رحمة الله عليك. مو جاي مسعود بيك على الاجتماع اليوم؟ مسعود بيك مخبص شوي بعد ما شاركنا بالجنازة. الحقيقة إصرار مسعود بيك على أنه يمشي بجنازة أبو سعيد رغم مرضه وتعبه بيدل على نبل هالإنسان هاد وأخلاقه العالية. بالفعل مسعود بيك إنسان نبيل وصاحب واجب وبيفهم بالأصول. إيه الله يشفيه ويعافيه يا رب. إيه قسما بالله يا جماعة نحن ما بنسوى شيء بهالجمعية من دونه. على فكرة يا جماعة وفاة أبو سعيد مو لازم تنسينا الموضوع اللي اتفقنا عليه بالاجتماع الماضي. شو قصدك؟ يعني مثل ما حكينا الموت حق على كل إنسان، وهي أبو سعيد انخطف خطف من بيناتنا، ويمكن هالشي هاد انذار من المولى عز وجل لحتى ننتبه ونحضر حالنا. والله يا جماعة الله يجيرنا من شي أعظم. إذا صار شي لهالزلمة لا سمح الله رح تفرض جمعيتنا ورح نروح لحنا دعوسة بالرجلين. ومشان هيك لازم نختار الشخص اللي ممكن يخلف مسعود بيك الله يطولنا بعمره. أنا برأيي يا أبو يحيى نركز هلأ على الشاغر اللي بده يشغل مقعد المرحوم أبو سعيد، ومشان هيك رح نأجل موضوع خليفة مسعود بيك للاجتماع الجاي. موافقين على التأجيل؟ شو حبيبي؟ ما بدك تطلع بجنازة أبو يحيى؟ صدقيني يا أنصاف مالي مروة اتحرك، حاسس في شي بركبي عم يطرق طرق مثل البسامير. ولي على قامتي عليك يا مسعود، أصبح خليك مرتاح بالبيت. إيه الله يرحمك يا أبو يحيى، قديش كان جاي على بالي أمشي بجنازتك، بس يا خسارة ما لي نصيب أمشي بجنازة الزلمة. إنصاف غني لي شوي، صوتك بريحني حبيبتي. بس منغني سوا. إيه على عيني وراسي ما في مانع، منغني سوا على شرط ترقصي لي. برقص لك. طيب غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيناي، غني حياة الروح يسمعها العلي تشفيه، المغنى حياة الروح تسمعها العلي تشفيه، وتداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه. يا جماعة سمعونا الفاتحة على روح المرحوم أبو يحيى. بسم الله آمين. طبعا قبل كل شيء اسمحوا لي رحب بعضو الجمعية الجديد الأستاذ عادل يلي حل محل المرحوم أبو سعيد. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين يا أهلا. بالنسبة للاجتماع اليوم رح نخصصه للحديث عن مناقب الفقيد أبو يحيى، ورح نناقش موضوع الشاغر يلي ممكن يشغل محله. طبعا مثل ما اتفقنا بالاجتماع الماضي بدنا نحكي شوي بمستقبل الجمعية بعد مسعود بيك الله يطول بعمره. آمين يا رب العالمين. يا الله يا الله هلكني عرق النساء، هلكني. قولي على قامتي عليك يا مسعود، لوين رايح؟ لوين يعني؟ على الاجتماع. أنا اجتماع؟ اجتماع الجمعية. شو نسيتي اني انا رئيس الجمعية يا انصا؟ لا حبيبي ما نسيت، بس صار لك زمان ما حضرت اجتماعات. ايه صحيح الحق معك صحيح، بس اليوم الاجتماع مهم كتير ولازم احضره. وقدران تمشي؟ ايه بدبر حالي. مو مشكلة، يلا امشي مطاح، يلا خاطرك ادعيلنا. الله يكون معك، الله يطول عمرك ويجعلك بكل خطوة سلامة يا رب. يا الله ما في غيرك. الله لا يبارك في الوجع. ارتاحوا ارتاحوا ارتاحوا، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك.
قبل كل شيء يا شباب خلينا نقرا الفاتحة على روح المرحوم أبو ممدوح الله يرحم ترابه ويتغمده برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله، آمين. طبعا اجتماع اليوم راح نخصصه لنحكي شوي عن مناقب المرحوم أبو ممدوح الله يرحمه، وراح نناقش كمان موضوع الشاغر يلي ممكن يشغل محل الممدوح أبو محل المرحوم أبو ممدوح الله يرحم اضطرابه ويتغمده برحمته. طبعا نحن لازم يا شباب نتجاوز حزننا على أبو ممدوح ونفكر بعقل، لأنه مستقبل الجمعية وأنا على رأسها طبعا هو الأهم، وبالنتيجة الموت حق على كل إنسان. هذا الكاس بده يشرب منه كل بني آدم، ما في مجال، ما حدا مخلد بالدنيا، هيك حال الدنيا، حدا مخلد؟ أبدا. بالمناسبة أنا داعيكم لحضور عرسي على زوجتي الجديدة جارتنا الآنسة مرام، وبحضوركم يتم سرورنا.